تعلن أكاديمية القديس كيرلس عن وجود محاضرات لدكتور هاني رزق عبدو الكاتب المسيحي الدولي والعلامة الديني المصري الحائز على 7 جوائز عالمية في النشر المسيحي الدولي وثلاثة ألقاب دولية متميزة من دور النشر العالمية وهي The Great Guru Abdu, CBS World News 1981 The Egyptian Sphinx, Cambridge and Sterling Publishers 2011-2012 The Egyptian Messiah, Worldwide Who's Who and Profiles Magazine, New York 2013 To view the videos, lectures, go to www.stkirollosacademy.org Click on the last item in the menu, Dr. Hani Rizq Abdu, Video Lecture. بشارة العلم المسيحي للحق 17 كتاب هنا من نيويورك أحد مراكز القديس كيرلس السادس لبشارة العلم المسيحي للحق. أرجو أن تتابعوا هذه المحاضرات بكل علم وفهم ويقين روحي مقدس بالروح القدس، والله يكون معنا جميعا. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. مبارك الآتي باسم الرب. كريا ليسون يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بارك يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم. بركة جميع القديسين تكون معنا امين. باسم الآب والابن والروح القدس إله واحد آمين.
مبارك الآتي باسم الرب. الرب يكون معنا. بركة العذراء مريم وجميع القديسين تكون معنا جميعا. أنا الدكتور هاني رز عبدو الملقب بالإيجيبشن ميسايا وذا جريت جورو عبدو وذا إيجيبشن سفينكس أبو الهول المصري. For writing, publishing all over the world, teaching and preaching the true Christian Science Bible. والحائز على جوائز 16 جائزا من دور النشر العالمية تشهد بهذه الألقاب وتشهد بالعمل المجيد في تبشير باسم الرب يسوع المسيح في العالم أكبر. اليوم السبت 9 يوليو 2016 أنا بتكلم هنا من نيويورك وبقدم محاضرات في بشارة إنجيل علم المسيح الحق، وحاليا هنتكلم في المحاضرة رقم 135 وهي المحاضرة الثانية في كتاب الحياة الأبدية، ومفروض يكون اسمي علم الحياة الأبدية لأن ده الهدف من مجيء الرب يسوع المسيح. وعلى ظهر الكتاب قرننا الروحي القديس الحبيب كرولوس السادس المقترن بنا روحيا من عام 1971 منذ رحيله حتى الآن عن 45 عام. هنتكلم اليوم في المحاضرة الثانية في كتاب الحياة الأبدية علم الحياة الأبدية، وهنعرض فيها مواضيع 4 أجزاء فيه تتضمن أعداد فيه. هنتكلم عن مفهومات جديدة جدا لفهم الحياة الأبدية. إذا كان الرب يسوع بيقول لك أنا هو القيامة والحياة، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي لن يموت الأبد، يعني حياة أبدية. إيه هي الحياة الأبدية اللي بيتكلم عليها الرب يسوع؟ إذا كنت أنت مش هتعرف إيه هي الحياة الأبدية لن تسعى إليها، لأنك أنت في العالم كل همك الحياة الجسدية ومطالب الحياة الجسدية. وهو بيقول اطلبوا ملكوت الله أولا وهذه الأمور تزاد لك، اللي هو الطلبات الجسدية. عاوزين نفهم، ما كنتش تفهم أنت رايح فين والكون الروحي وإيه الحياة الأبدية اللي بيقول عليها، لأن هو بيقول أنا هو القيامة والحياة الأبدية، هديك حياة أبدية. طب هتعمل فيا إيه؟ إيه هي الحياة الأبدية وإيه نوعيتها؟ هل هي ممجدة وحاجات من دي؟ وإيه الطبيعة بتاعتها؟ أنا اللي أعرفه كله أن أنا راجل في جسد مادي في عالم مادي وعندي فكر مادي حسي وفاهم أمور كثيرة جدا، إنما الفكر الروحي ما فهموش. فلن تفهمني يكون في حد يتكلم على علم الحياة الأبدية اللي من غيره ما تفهمهاش، يبقى أنت بتسعى إلى حاجة غامضة. وطبعا هيقدر عليك الشيطان ويسلبك يسلب الكلمة ويخنق الكلمة فلا تصير بلا ثمر، لأنك أنت محاط
بسلطان الشيطان رئيس هذا العالم الذي يخاف وأتعالى. ففكرة كله هيبقى جسدي إلى أن تفارق العالم. فمفهوم الحياة الأبدية من أهم الكتب. من أهم الكتب في كتب العلم المسيحي الحق والمنطق المسيحي الحق. وإحنا بنتكلم على الكلام ده كله وإحنا سعينا في هذا المجهود كبير جدا، واكتمل العلم المسيحي الحق، كتب العلم المسيحي الحق عن 7 كتب، وكتب المنطق المسيحي الحق عن 10 كتب في 30 عاما حتى عام 2000. ومجد الرب يسوع المسيح في التبشير وقدرته وعذراء مريم راعية هذه البشارة وفقنا الله في عام 2000 فر اكتمال الكتب الى نشرها غير دور النشر العالمية في السنين اللي بعديها من 2000 حتى الان والمحاضرات وما الى ذلك، انما اول خطوة ان هو من مصر دعوته ابني ان الكتب دي نزلت في جريدة الاهرام الدولي في يناير 2000 فور اكتمالها بمعجزة. تم الاتصال فيها والاتفاق فيها مع رؤساء الاهرام، جريدة الاهرام في مصر في ذلك الوقت، والذي تبنوا جميع الكتب 17 كتاب وتم نقلهم الى مكتبة الاهرام الدولي بنيويورك ومكتبة الاهرام الدولي بواشنطن وجميع فروع مكتبات الاهرام في العالم اجمع، ويشرط في جريدة الاهرام الدولي 15 يوما متتالية في شهر يناير، تضمنت 7 يناير عيد ميلاد المجيد، وكانت تنشر في مربع كامل في ربع الصفحة الخلفية، أهم صفحة في الجريدة أي جريدة أهرام، تبص على الصفحة الأمامية وتبص على الباك بيج، بيج اللي هي الصفحة الخلفية تحت عنوان من غير عنوان، وتتحط كده كاملة ويكتب فيها كل الكتب، وتطلب من مكتبة الأهرام في نيويورك ومكتبة الأهرام في واشنطن وجميع الفروع طبعا في البلاد اللي هي فيها جريدة الأهرام اللي هي الجريدة الأساسية للدولة. وطبعا ده حدث عظيم وعجيب، وظهرت هتشوفه على السكرين قدامك اللي هو إعلان كامل في ربع الصفحة الخلفية من جريدة الأهرام الدولي ل10-15 يوم متتالية، واثنين منهم ظهروا في مصر في جريدة الأهرام. استمر هذا لمدة 15 يوم، كانت حاجة عجيبة وغريبة، وانزعجت الكنيسة وهاجت وماجت، كيف يكون هذا وما هذا السلطان الروحي اللي قدر يخلي الأهرام تعمل حاجات دي، وكان عجبا وغرا. ولم نكتفي بهذا النشر العالمي اللي هو في الكونجرس الامريكي، مكتبة الكونجرس الامريكي ودور النشر العالمية بعد ذلك، انما حطينا الاساس في النشر في الجرائد المصرية عبر العالم بالاهرام الدولي وما الى ذلك، اللي كان البذرة الاولية في سنة 2000. كانت عجيبة وغريبة. توالت بعدها اول ما ظهر هذا الكلام وابتدأنا في تأسيس مؤسسات بشرط إنجيل العلم المسيح حق في أمريكا هنا عن 4 مؤسسات، بادئين بأكاديمية القديس كرولوس أستاذ العلم المسيح حق موجودة مسجلة في أمريكا، وترو كريستيان ساينس أورجنايزيشن بعديها، وديفند كريستيانيتي إيجيبشن أمريكان فاونديشن والإشارة بتاعتها فوق أهي، و The True Christology Universal Coptic Church. 4 مؤسسات ما بين أكاديمية وفاونديشن
الاورجنايزيشن والشيرش سيرفيس ثرو كريستولوجي يونيفرسال كوبتيك تشيرش دي سي يو سي سي. ده الاختصار بتاعها. يعني ريسك ابدو تطلع لك على طول الحاجات دي. لا نكتفي بذلك. ده عن الحكايه السمر بيان. السمر ايه؟ بيان. فطبعا بعديها واحنا بنعمل الحاجات دي كلها ابتدأ الضوء ينير جامد في مصر لما الاهرام اظهرت هذه الحاجات. فبدأنا نعمل مؤسسات. خليك معايا. المؤسسات دي كلها تليناها بعد ذلك. انشغلنا بعدها في تسجيل المؤسسات الدينية دي كلها العلمية الروحية في أمريكا، واهتمينا بإرسال الكتب نبذات عنها باللغة الإنجليزية إلى مكاتب النشر العالمية، وقدروا هذا العمل وأعطوا هذه الألقاب وهذه الجوائز 19 جائزة، وظهرت بروفايل في حاجات كثيرة من البروفايل مجازين دي في سنة 12 تقريبا أو 13 لإيجيبشن مسايل. Author of the True Christian Science Bible 17 book. قبليها كل هذه الجوائز تايتلز كلها ألقاب ذا جريت جورو أبدو يعني العلامة الديني المسيحي الكبير إيجيبشن سفنكس وصاحبتنا معنا في الرحلة الروحية اللي هي في العمل التبشير زوجتها الدكتورة عفاف فهم صديق اللي أصبحت ترى عفاف فهم أبدو وأعطوها لقب إيجيبشن أنخ. يبقى إيجيبشن سفنكس ده شخص ضعيف أو هو المصري، وإيجيبشن أنخ اللي هي علامة الخلو علامة الحياة اللي هي صليب بدايرة فوق معروفة الحكاية وهي موجودة وأصبحت تنشر اسمها معنى بكل الحكاية. ثالث هذا الموضوع من سنة 2000 انشغلنا لحد سنة 8 بوضع بصوك بشارة إنجيل العلم المسيح الحق في جهاد دور النشر العالمية التي تبنى هذا الموضوع وأصدرت نشرات إلى جميع المراكز والحاجات دي كلها والأماكن الموجودة وأرسلت جوائز تعرف بيها اللي هو تميز بيها العمل وتشهد بهذه الألقاب وهذا العمل المسيحي الروحي الممجد الحق. يعني ذلك في سنة 2008 ابتدأنا عمل المؤسسات. أول حاجة أكاديمية القديس كرولوس الأستاذ لعلم المسيح الحق وابتدأنا بعدها فور التأسيس أن اتصل بنا بعد ظهور كم إعلان كده في الأهرام إعلانات صغيرة كده اللي هي تمجيد القديسين في سنة 89 10 تمجيدات كده لبشارة إنجيل علم المسيح الحق ذكرت في المحاضرة السابقة 134. ابتدى يتصل بينا مين؟ لأن نتعامل مع الأهرام تظهر هذه الحاجات وكانت عجائب خصوصا تبنيهم الكتب واحضرها من مصر وحفظها في مكتبات هنا الاهرام بيت الاهرام بواشنطن ونيويورك وفي العالم اجمع. اصبح كل حاجه لمده 15 يوم سنه 2000. اتصل بنا الاخ مندوب وطن جريده الوطن مجدي خليل وقال لنا يا رئيس دكتور هاني احنا موجودين وطني عاوزه منك حاجات. انت رحت الاهرام والحاجات دي كلها برضو احنا وطن بتوع الحاجات دي كلها والكنيسه. استأمنته اوكي نو برابلم. واصدرنا في تأسيس الاكاديميه نزل الاعلان الاول في تأسيس الاكاديميه. والاعضاء فيها طبعا ما كانش امامنا في ذلك الوقت الا أعضاء عائلتنا الكريمة اللي هي زوجاتنا الدكتورة عفاف Associate Professor في Pathology and Clinical and Neuropathology في نيويورك University
وبعدين أعطناها عميلة الأكاديمية، وبعدين ما إلى ذلك. وعندنا ابننا الدكتور أمجد كان إخصائي والمونري كتير أمراض صدرية وعناية مركزة في University of Pennsylvania Medical Center UPMC، وخذنا معنا. وبعدين عندنا ابنتنا الدكتورة تريز إبراهيم دي فارميدي، دكتور فارماسي وتعمل في نيويورك هاسبيتالز. وعندنا الدكتورة إيمان هاني عبدو، وهي أسوشيت بروفيسور حاليا في بي اتش دي دكتوراه، درجة الدكتوراه في الكمبيوتر والإيكونوميك. وضمناهم كنخبة علمية عارفينهم، وخليناها يسعوا معنا لأجل تأسيس الأكاديمية. الأكاديمية لازم تخص بورد اوف تراستيز 5 ممبرز. وزارة الإعلانات في جريدة وطني رحب بها أول أستاذ مجدي خليل وأرسلها وزارة الإعلان الأول، فكان عظيم لأن خد نص صفحة في صفحة المهاجر في جريدة وطني مما اهتزت لي الأركان. جريدة وطني تخاطب الشعب وخفت المسيحي، ضغط تبنى الكنيسة والكنيسة معها. اوكي ظهر وحاجات عجيبة حصلت والأمور ماشية، خليك معايا. ولجأنا إلى عمل مسابقات سنوية كونتست تمنح فيها جوائز للي يطلع وأسئلة بدراسة كتب بشارة إنجيل علم المسيح حق 17 كتاب. طلعت ثلاث مسابقات سنة 2009، سنة 2010، سنة 2011. ظهرت وظهرت عندك هتبان لك على السكرين. أول واحد بعتناه 2009، سنة 9 بعد صدور الأكاديمية وتأسيسها، بعد ظهور الإعلان الأول في وطن. ظهر الإعلان بالمسابقة والجوائز والحاجات دي كلها، دقيق جدا في الكلام والأسئلة والمحتوى والحاجات علمي لتعليم الشعب القبطي عن الصحوة العلمية الروحية الجديدة بعد الغفلة اللي نام فيها 40 سنة على يد البابا شنودة والمطردة والأسقفة والرهبان الذي جعلوا تدين المسيح عقيما مثله. فهكذا يكون. كنا بحسن نية بنعمل حاجات، وكنا كل كتابنا بتذكر بابا شنودة وتوزع في جميع الأماكن وكل حاجة. ظهر الإعلان، الإعلان الثاني جه 2009، وخرج الإعلان في وطني واهتز أرجاء الكنيسة القبطية برئاسة الأنبا موسى أسقف الشباب الذي هاج ومات، وأرسل لجريدة وطني إيميل موجود عندنا، لأن اللي حصل إن هو هدد وقال انزعجت لظهور هذه الأشياء. طبعا إزاي تطلع حاجة كلمة الله عندهم بس هم المسؤولين عليها، أي حاجة تيجي تانية أوت. عشان كده الرب يسوع المسيح وغيره من اللي بيتكلموا كلمة الحق ما بيخرجوش أبدا من الأوساط الدينية. كمان كان الرب يسوع المسيح يطلع جوه الكنيسة جوه المجمع اليهودي ويبقى معلم كبير وبعدين يقول لهم أنا يسوع المسيح. نو واي، لو دخل عندهم لازم يمشي تحت سلطانهم وفرائضهم، يبقى عبادة حرفية مش عبادة روحية. فانزعل والطرد وحدث الحاجات دي كلها، ومنع جريدة وطني في نشر حاجات بعد ذلك. نتكلم لأن في إعلان تاني كان هينزل في جريدة وطني الأستاذ كمال
خليل قال لي عادي انا ماليش دخل، جالي من قال مش عاوزين مشاكل مع الكنيسه القبطيه لانها متسلطه على كل صغيره وكبيره، واحنا بنعمل اعلانات عندها بما يقابل تقريبا 1,000,000 جنيه مصري ايام في السنه، فمش عاوزين نفقدها. وبدام هم عملوا كده قلت له اي دونت كير، احنا بنفيدهم وليس بنستفيد منهم. هذا اللي خليني بعديها قلت كان القلب مفتوح ورح لغير المؤمن لجريدة الأهرام عن المؤمن تملي هو العادة كده. فلجأت تاني، عندك إعلانات حديثة قدامك موجودة على السكرين، على المسابقة الأولى والمسابقة الثانية والمسابقة الثالثة كلها موجودة نشرت في جريدة الأهرام سنة 2009 و2010 و2011، واخدة ربع الصفحة الخلفية بالكامل تحت باب من غير عنوان وبالألوان، في منها بالألوان. بيخدمونا أكتر في جميع أنحاء العالم والكلام ده. وقلت يا وطني اركني على جنب، مش مستحقين للكلمة، أنت واللي أنت معاه ونمينا الأمور. وبعد ذلك بالأهرام برضو لأن عرفونا قوي جدا 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 في جريمة الأهرام، بيقروا الكتب وأخذوا الكتب وتبنوها في المكاتب الأهرام في واشنطن ونيويورك جميع أنحاء العالم، وفاهمين أكبر ناس في العلم والثقافة ماسكين جريدة أهرام الدولي، وبالرغم إنهم مسلمين تملي ابتدوا لقوا الكلمة منورة مضيئة وأقبلوا عليها على فكرة، حبوها. إنما المؤمن والأشخاص الموجودين في الأهرام الأقباط بيحاربوا الحاج، يعني تحت سلطان مقيدين كده بسلطان الكنيسة من زمرة من الرهبان والمطارنة والأساقفة والآباء كهنة الذين سبقت عقليتهم بهذه الصبرة الغريبة. جيل غريب طلع من الرعية إلى الآن موجود وامتد ابن البابا تاودروس، ولكن هيجي الوقت كل حاجة موجودة، واحنا دلوقتي دور النشر العربية تتبنى هذا الدور. فما إلى ذلك أنا بديك قد إيه تدريك كده على طول كيف ظهرت الإعلانات وكيف قمنا في المدة ألون لوحدنا في نشر هذه الأمور وبذورها في الجرائد القومية وما إلى غير توزيع عبر البلاد كلها، جميع الكنائس والأديرة والمؤسسات، وطبعا دور النشر العالمية وما إلى ذلك، إلى أن قامت الانقلاب كما يقولوا عليه الثورة، كان سنة 11 تقريبا على ما أعتقد. فطبعا اهتزت الأوضاع في مصر واضطربت الكنيسة وأهاب وماجوا الناس اللي هيقوموا بالثورة والانقلاب وأذلوا واضطهدوا الكنيسة وما إليها وكلها، وصرخوا لأنها إيه اللي حصل؟ إن فهموا إن في حاجة لازم تمشي ورا كلمة الحق. فما إلى ذلك ابتدأنا رأينا الرؤية الصحيحة إن الثورة اللي قايمة والانقلاب ده تدبير خطأ في عز الأزمة اللي هيرفع فيها مبارك بعديها على طول نفس الأسبوع. اتصلت بنا واتصلنا بجريدة الأهرام الدولي ونشرنا يومين جمعة وحد نفس المواعيد دي، هيبان لك الإعلان قدامك، عن إن العمل في مصر برئاسة مبارك عمل أمين وإبريسي وكي وهاد، وإن لو نور صارت الناحية التانية هتبقى خطأ لأن دي مدبرة. هكذا يكون وما إلى ذلك، قدامك الأمور دي كلها، والأهرام بقت محتارة تنشر ولا ما تنشرش، لأن مش عارفة في ذلك الأسبوع إيه اللي هيحصل. ونشرت الموجودين كأدلة تاريخية
وظهر الألمين في جمعة وحد في نفس قبل قيام رفع مبارك، وشال بعدها مبارك، إنما الأدلة موجودة والأهرام وما إلى ذلك. بعد كده كمان عشان وطني طلعت من الموضوع، ابتدأنا نعمل حاجات في جريدة الأهرام باستمرار، وابتدأنا كمان في صوت المهاجر Voice of Immigrant هنا في أمريكا، ظهرت إعلانات موجودة هتظهر لك على السكرين قدامك، بارتين ظهرت حاجات مهمة جدا، وابتدأت الحاجات تنتشر ويكون الحاجات دي موجودة والأمور دي تثبت وتسمع. وعدت الأيام من حاليا 2016، وابتدأنا كمان في عمل محاضرات وتبنتها جهات دور النشر عالمية زي ما موجود قدامك، والجوائز كثرت، ومجد الرب يسوع يحيط بنا والملائكة والقديسين والعذراء مريم أعطتنا إكليل بشارة الحق للعذراء لبشارة الحق، بيظهر عندك الصور والحاجات دي وما إلى ذلك. هكذا يكون، أنا بدي لك مقدمة، وإحنا وصلنا كتاب الحياة الأبدية دلوقتي عشان نكلمك عن مفهوم، لأن العمل مش تبشير بس كده، العمل عبارة عن تكشف الأمور زي ما الرب يسوع أما بيعمل، يبشر بالكلمة والتعليم ويقول ويضيء النور في الظلمة، والظلمة تبان لما يجي الحق يتكلم. هكذا إحنا بنقول الكلام ده كله وعندنا فهم بالأزمنة الجاية، وفهم فهم روحي حق بما سيحدث والامور دي كلها، وبننبه وبنقول، انما كله بيمشي على حسب اراده الله وعمل الله وعمل الحق. امين. كريا لاريك. Thank you.
حاليا هنتكلم في المحاضرة الثانية في كتاب علم الحياة الأبدية. والمحاضرة الثانية تتضمن 4 أجزاء، وهو الكتاب الثامن أولا من كتاب كتب علم المنطق المسيحي. الوزن الروحية بتضمن الوزن الروحية، هنتكلم عليها، ثمار الوزن الروحية، مضاعفة الوزن الروحية، فقد الوزن الروحية، والاستبدال المادي للوزن الروحي. نمبر 2، الفقرة الثانية من الكتاب، العلم الروحي. أول حاجة في العلم الروحي المسيحي الحق إزاي؟ اللي هي من عرف فكر الرب فيعلمه، أما نحن لنا فكر المسيح يبقى عيب. وبعدين هنتكلم على منهج المنطق الروحي المسيحي الحق، ازاي الناس يفهموه ويفهموا الدين بتاعك، والى ما تدعو اليه، وتقول الحياه ابديه او تقول الحاجات دي كلها لازم يكون لها منطق مفهوم، هكذا يكون كلامكم بنعمه مصلحا بملح حتى تستطيعوا ان تدعوه كل احد. وبعدين اهم حاجه في العلم الروحي، الجسم الروحي الممكن. ما تقدرش تخش ملكوت الله في حياتك الابديه الا ان لم تولدوا من فوق، مش هتقدر تخش. المولود من جسد جسد هو، والمولود من الروح هو، يبقى في جسم صور له. مولودين من الله، ليس من جسد مشيئة جسد ولا من مشيئة رجل ولا دم، بل من الله. ده اللي قبل يسوع المسيح، انما لازم تتم الولاده. فاهم حاجه في الموضوع الولاده والجسم الروحي المكمل، وتنشأه ازاي وتتولد بيه ازاي وتطلع بيه فوق ازاي. من غيره ذاتك مش هتلاقي حاجه، اول ما تموت تعلقت، مفيش حاجه تطلع بيها فوق. بعد العلم الروحي رابع حاجه فيه العمل الروحي. العلم لا يكمن الا بعمل. تكنولوجيا، تطبيق الفن العلم الروحي المسيح الحق في اعمال روحيه لها معجزات وايات، منطق ثاني خالص. ما دام فهمت العلم تعمل اعمال. لذلك هو بيقول لك هذه الايات تتبع المؤمنين، يخرجون الشياطين اسمي، يتكلمون بالسنه جديده، يحملون حياه وشربوا شيئا مثل ما يضرون، وضعون ايديهم على الارض فابرؤون. حاجات دي ما بتحصلش لان ما فيش علم روحي صحيح ومنطق روحي صحيح. من جه العلم الروحي يبقى في التطبيق الفني للعلم الروحي المسيح الحق، تعمل ايات الاعمال، محدش يقدر يعملها لان لم يتحرك حتى العلم الروحي من الجمود والسكون اللي قفت عليه الكنائس كلها بما فيه النظام الكوميدي. منهج غلط مرفوض، مفيش صبر. منهج الكنيسه عقيم، عقد الرهبان. بعديها الفقرة الرابعة الثالثة، بعد ما في علم، تعامل الروح، تتعامل روحيا ازاي؟ أول حاجة في التعامل الروحي، التعامل الروحي بعديها الفرز الروحي. لازم لما تيجي تتعامل تعرف ما هو حق وما هو باطل. فرز روحي، وفي الفحص الروحي تظهر الحاجات، وفي الإعلان الروحي يجي لك إعلانات وصحة هذه الإعلانات. في القياس الروحي تقيس الحاجة صحيحة ولا مش صحيحة، وفي الغفران الروحي اللي هي مغفرة الخطايا، لأن لازم أي إنسان بيخطئ فإزاي تعمل. فده التعامل الروحي ليه أركانه الستة: التعامل الروحي، الفرز الروحي، الفحص الروحي، الإعلان الروحي، القياس الروحي، والغفران الروحي. يعني نتكلم عن الحاجات دي. رابع جزء في هذه المحاضرة الاستحقاق للحياة الأبدية. ايه المستحقين للحياه الابديه؟ ده بيقول لك كلموهم لانهم رافضين الكلمه، كلمه الحق، حكموا عن انفسهم زي ما بيقول بولس الرسول، غير مستحقين للحياه الابديه. فعشان تتكلم في هذا الاستحقاق للحياه الابديه في 5 نقط. الموت الجسدي كلنا عارفين،
كلنا هنموت الجسد. لحم ودم. واو زرع. بيموت. كل واحد فاهم انه هيموت. قدامك مش محتاج شرح. الموت الجسدي. موت الجسد. الفقرة الثانية الموت الروحي. مش بس هيموت الجسد، في حاجة إذا عملت خطايا وحاجات من دي وما إلى ذلك، الروح تحمل صور خطايا اللي عملها الجسد تنطبع في الروح والذات موجودة معاه. ففترة معينة في الزمن الروح ما نعرفهاش قد إيه، ممكن بعديها تبدل، إنما بيعين موت الروح إذا قعد للمنتهى. الخطايا اللي موجودة فيها هتنزل تحت. كل ما تقلت في خطاياها وانطبعت فيها خطايا الجسد، الروح تبقى مظلمة قوي، فبينزل صور الخطايا فيها كلها والذات موجودة فيها، ينزل في الجحيم في الهاوية الروحية، هاوية الكون الروحي. فإيه اللي يحصل في النهاية؟ تضرم هذه الهاوية الروحية بدار روحية أبدية لفناء الروح فيها الذات. طبعا تتألم الذات لأن فناء الروح ياخد أزمنة روحية طويلة، ممكن شهر زمن روحي يعني 30,000 سنة، اليوم بألف سنة في المقياس الروحي في الزمن الروحي والزمن الأرضي المقدس. السنة 96 ثانية زمن. ففي ناس تقعد ان كان اخطائه كتيره ونزل وقدره مع عليه الحاجات دي على اساس مدته يفنى ازاي الروح. فاذا كانت فيها خطايا جامده او مظلمه قوي 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 ممكن يقعد زمن روحي مثلا 1,000 سنة. ده الروح ما تعدش 1,000 يعني يوم يبقى 1,000 شغلانه. فتتضمن لذلك عذاب ابدي بالذات. طبعا الذات عايزه تتألم، عايزه الروح تخلص كمان تفلت. ده اللي اسمه الموت الروحي، لان لازم الشياطين وارواح النفس وارواح الشريره وفاعلي الاثم والخطايا والنجاسه وما الى ذلك، كل الحاجات دي كلها اظلمت ارواحهم وذواتهم ونزلوا في الهاويه الروحيه. خليك معايا. فلازم هيفنوا، الشيطان هيفنى في الاخر في ذاته وصورته وروحه كل اللي يتبعوه، أرواح الشرير وأرواح النجس. عشان تفنيهم هتفنيهم إزاي؟ ما لهمش حياة فوريفر. دول سواء كائنات صورية سالبة روحية. تفنيهم بنار روحية أبدية اللي هي جحيم. فبياخد وقت طويل قوي، والفاعل الإثم والنجاسة وما إلى ذلك هينزلوا معاهم. فياخد زمن طويل. لذلك الذات اللي هي في الروح تتعذب عذاب كبير قوي لحد ما تفنى الروح، والذات على تموت مش قادره تستحمل العذاب. لذلك موت الروح الابدي يتضمن عذابا اوديا لانه مدته طويله قوي. قبل كده الذات في الجسد المادي ما بتتعذبش عبال ما يموت الجسد، سواء بس بتخش بقى في كون الروح وتشوف مصيرها هكذا. يبقى الاستحقاق الحياة الأبدية، هنتكلم عن الموت الجسدي اللي هو موت الجسد، الموت الروحي اللي هو موت الروح، بعديها الحياة الأبدية. إيه هي؟ بتفهم أنت الموت الجسدي، بتفهم الموت الروحي اللي هو موت الروح، عايز تخلص من الاثنين. ما تقدرش تخلص من الاثنين إلا بالإيمان بالرب يسوع المسيح اللي هو جه يخلصك. بيخلصك بإعطائك جسم صوري روحي موجب حق تولد به من الله الآب الذات اللي هي بصورة الله اللي هو رب يسوع المسيح وبروح الله اللي هو الروح القدس جسم صوري روحي. إذا عملته تبقى مستحق، اتولدت بيه تبقى مستحق للحياة الأبدية. وبعدين الاستحقاق الحياة الأبدية كونك تؤمن برب يسوع المسيح ويتولد بجسم صوري روحي موجب من صورة الله ومن روح الله، لازم ينمو هذا الجسم بمادة الحياة الأبدية للإيمان والأعمال. مادة الحياة الأبدية يحملها الرب يسوع المسيح حمّاً القيامة والأموات، فعنده المادة دي الدهاء
كل ما تعمل أعمال صورية موجبة حق، لأن هو إقدوم صورة الله. والإيمان مطلوب لأن هي بتعطاه من روح الله، روح القدس إذا فر فيك طيار الإيمان. فكل ده ما يحصل وتمارس الإيمان والأعمال يبقى الجسم الصورة الروح الموجب، والذات ساعة ما تموت أنت تنتقل الذات فيه ويخش مكانه حسب نموه ودرجة الأعمال فيه. فكونك تؤمن ولا تعمل، تؤمن بيه شهادة كده، اوكي انا مسيحي، انا اتولدت مسيحي وانا بروح الكنيسة وبصوم واصلي وكل مخك بره وحاجات تانية، وانا مطران وراعي وبضرب الرعاة والكلام، اسمع كلامي فرمات اللي انا بقول لك عليها، صمت وانا صمت بتناول بتناول، لان تيجي تعترف انا اللي هدخلك وانا اللي هأذيك وانا اللي انا اللي هشدك ازاي تخش. الكلام ده اذا انت مشيت في الكلام ده وما بصيتش جواه جسمك الصور الروح البذره اللي فيه اللي خدتها بالايمان بالمولد او بالايمان باي حاجه كلها، زي ما بنقول تقول انا مسيحي مولود من الله والكلام ده كله، ولم ينمو جسمك الصور الروح الموجب ليس لك فيها بدايه الاستحقاق، لكن ليس لك ضمانا للدخول المولود. كل عبره هتنمو زي مولود يجي وتموته ملوش حياه، ده يعني مولود جسد ولاده يسبقها حمل بعديها ليها نمو، ما كانش ينمو يبقى صحيح الذات هتلاقي جسم صور روح اي كلام او ما فيش خالص، تيجي تموت انت والذات نموت تلاقي جسم صور روح ما فيش حد ما فيش حاجه، تعبان قوي او عيان قوي او كفران قوي، يجي يطلع في الكون الروحي مش عارف يمشي، ده غير بقى يخش في الكون الروحي ارواح نجس ارواح شريره طالعه له من تحت ومن فوق والكلام ده كله، وتنجذب عليه ارواح الخادمه والعامله وارواح القديسين، ما كانش فيه هو قوه جذب مجابه فيه ما يشدهاش ما تقدرش تجيبه، في قوانين روحيه للكون الروحي زي ما في قوانين ارضيه للكون المادي ده السمسي. فعلم رهيب وعجيب ومخيف وعظيم كمان وممجد. فهي لاستحقاق الحياه الابديه لازم يكون الحاجات دي موجودة عشان تبقى مستحقا كاملا، وبعديها فقد الاستحقاق للحياة الأبدية. يبقى احنا في الاستحقاق الحياة الأبدية الفقرة دي موت الجسد موت الجسد موت الروح موت الروح الحياة الأبدية، الاستحقاق الحياة الأبدية كونك مسيحي أنت مستحق، دي أول ما تخلق أنا مؤهل خلاص اتولدت من الإيمان بالمسيح سواء بالمولد سواء بالروح كذا سواء جالك الايمان، انما لازم نستمر ايمان واعمال. انا دي الطاقه الصوريه اللي هي الاعمال من الرب يسوع المسيح، والطاقه الروحيه من الروح القدس، وانت بتعمل جسم صور الروح جواك ولازم يمتد ويعمل. فاذا انت امدت وانت صغير وانت لسه موجود بتدين سالب عقيم او بخطايا وحاجات من دي يبقى هيموت، يبقى انت خسران. ما كنتش تفهم كده هتضيع. العلم لسه الروحي لسه باد، ده عجيب وعظيم وطالع حاجات دي عطية الله، واهم حاجة الكنيسة والرعاة لازم يفهموا، واما مصر دعوته ابن، عشان كده بتقول ايه؟ The true Christology universal Coptic church. That's the way. فهذه النقاط كلها في هذه المحاضرة نتعشى من احنا نقدر نتكلم فيها ناقشها قدامك. يبقى دي الوزن الروحية والعلم الروحي، ودي وهذه هي التعامل الروحي والاستحقاق للحياة الأبدية.
اوكي. هنقرا في كتاب الحياة الأبدية ونشرح عن أول فقرة اللي هي الوزنة الروحية، وتتضمن الوزنة الروحية ثمار الوزنة الروحية مضاعفة الوزنة الروحية فقد الوزنة الروحية الاستبدال المادي للوزنة الروحية. اوكي، ايه هي الوزنة؟ المؤمن المسيحي له وزنة روحية معطاه له بالإيمان المسيحي، أي بالإيمان بالرب يسوع المسيح ابن الله. هذا الإيمان يشكل في المؤمن المسيحي طيار شحن روحي موجب، هو طيار الإيمان الذي يتجدد بممارسة العبادة الروحية في الصلوات والطلبات وقراءة وفهم كلمة الله وفي أعمال الحق، لأن الله هو الحق، بأعمال الحق هي أعمال الله، كل من يعمل الحق يأتي إلى النور لتظهر أعماله أنها بالله معبودة، والإيمان جاي لك من فوق. والوزنة الروحية تسكن، هتسكن في قسم كل واحد مقدارا من الايمان، تعرف كل شخص. فالوزن الروحيه اللي هتجي لك انت امنت بالمسيح هيجي لك تيار ايمان، هيجي لك وزن روحي هتضعف انت ثلاثه مجالات مكونه مجال طاقي هو الانسان الواحد، لانك على مثال الله. فليك المجال الطاقي الفكري الادراكي الارادي الضابط اللي هو بيقول عليه النفس، اللي هو الذات. في حاجتين، ذهن وذات، الذات اللي هو الفكر والادراك، والذات اللي هو الاراده والضبط. والاراده والضبط يسود على الفكر والادراك على الذات. الاثنين الذات والذهن ده مجال النفس اللي هو انت، هو انت بذاتك، ده اللي هيفضل معاك ذاتك. وعندك مجال الطاقة الجسدي عشان ذاتك تشتغل بيه. في أربع طاقات جسدية مادية، صورية وحسية منفعلية وشهوية، أربع طاقات تشكل أربع أبعاد لخروج الفعل الجسدي. العمل سواء نطق كلمة أو عمل. وعندك مجال طاقي روحي وجداني لتشكيل وجدانات روحية موجبة أو سليمة حسب ما تصدق. أنت راجل أمنت بالمسيح بيسوع المسيح، فدام أمنت هيجي لك وزن من علائق الروح، من مراكز الشحن الروحي الموجبة في السماوات اللي هي الكنائس الروحية السماوية. هيجي لك يسكن فين؟ في عقلك اللي بتشتغل بيه العالم، ولا في جسدك مركز جسده، مركز المجال الطاقي الجسدي اللي هو الفن الجسدي وتبر اللي هو تخصص روحي حسين في علاقه شهريه، ولا يسكن مجال الطاقي الروحي المجاني ده شحن روحي موجب بينك وزن روحية. هيسكن في مركز المجال الطاقي الروحي المجاني اللي هو الانسان الباطني مركز ده يبقى اسمه القلب، قلب المجال.
مجال الطاقة الروحي، زي ما القلب مجاز مركز المجال الطاقي الجسدي، والذات مركز المجال الطاقي النفسي، كذلك قلب المجال الطاقي الروحي يجي الوزنة الروحية تسكن، يبقى فيه حاجة جاية من فوق وليها مركز اللي هو قلبك الروحي يستقبل في مركز المجال الطاقي الروحي الجديد. هذا الإيمان يشكل في المؤمن المسيحي طيار شحن روح الموجب، هو طيار الإيمان الذي يتجدد بممارسة العبادة الروحية في الصلوات والطلبات وقراءة وفهم كلمة الله في عمل حاضر. لازم تستمر صلوات وطلبات عشان تجيب الشحن الروحي الموجب، الوزنة الروحية تتجدد جواك في المركز، تخش المركز وتطلع في عمل. والوزنة الروحية تسكن مركز المجال الطاقي الروحي في المؤمن المسيحي، لتشكل بذلك القلب الروحي للمؤمن المسيحي. هذا القلب الروحي هو المحرك الروحي والدافع الروحي الذي يحرك ويدفع المؤمن المسيحي لعمل الأعمال الروحية، أي أعمال البر والحق والعدل والرحمة وما إلى ذلك. قلب الروحي عندك سليم وبيستخدم الصلوات والطلبات، بيجدد تيار الإيمان فيه، الوزن الروحية على قدك الأول، ده محرك. كل ما يمتلي عاوز يخليك تعمل أعمال، فلازم تخرج أعمال رحمة ومحبة وحق وعدل وما إلى ذلك. والوزن الروحية في القلب الروحي تزداد وتنقص بمقدار طيار الإيمان الروحي الموجب الحق الذي يلزم أن يتجدد ويتقوى ويزداد بخروجه في أعمال موجبة حق، هي أعمال الحق اللي هي أعمال الله. ده شحن روحي موجب بيجي لك مركز مجال الطاقة الروحي، بتخرجه في أعمال الله عاوز كده عشان تنقض أعمال إبليس، تعمل عدل ورحمة ومحبة وحق وما إلى ذلك، تعمل أعمال الله. وصايا المسيح من يحفظ وصاياه هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب إليه أبي وإليه نأتي وعنده نصنع منزلة. أطلعك فوق العمل الأعمال، وصايا يعني أعمال، والذي عنده وصاياي هو ويفعلها هو الذي يحبني، والذي يحبني يحب أبي وأظهر له ذاتي. ده الزواج، كل الحكاية أعمال مش إيمان بس كده وشكل أي كلام. فهنا وبذلك يلزم أن يتقوى بخروجه في أعمال موجبة حق، هي أعمال الله. الله عاوز يعمل أعماله، ما قدرش يعمل أعماله إلا من قبل البشر اللي هو مؤمنين بيه. وبذلك بأن يرتبط المجال الطاقي الروحي في مركزه أي قلبه بمراكز الشحن الروحي الموجب في السماويات، أي بالكنائس الروحية السماوية اللي هي محافل القديسين والملائكة، هم اللي بيجيبوا الشحن وبينقلوا لك على طول، ليحصل على تيار متجدد من نوعيات الطاقات الروحية الموجبة لتشكيل الأعمال الروحية المتنوعة. في فرق، في واحد أنت تعمل أعمال متنوعة روحية كلها أعمال حق أعمال الله، أنا بص لي واحد يعمل الخدمة، واحد محبة، واحد رحمة، واحد عطاء، واحد وعظ، واحد هكذا يكون نوعية الأعمال هكذا. والوزن الروحي إن لم تثمر في أعمال روحية موجبة حق لا تتجدد ولا تزداد ولا تكون فعال، تسكن خلاص. ذلك لأن المجال الطاقي الروحي الإنساني مجالا فعالا في تشكيل القدرات من الطاقات الروحية الداخلة إليه ليخرج في نوعيات أعمال الحق. الله هو الحق وله أعمال الحق فيها نوعيات، رحمة، شكر، آيات الشكر،
محبة، خدمة، عطاء، كل شفاء، حاجات كتير قوي. دي أعمال الله هو الأساس فوق. مراكز الكنائس الروحية السماوية، محافل الملائكة والقديسين، تاخد الشحن ده زي الكهرباء وتنقله. دي مراكز المجال الطاقة الروحية في المؤمنين في القلب الروحي فيخرجها في أعمال. خليك معايا. لذلك سكون المجال الطاقي الروحي وعدم تشكيل قدرات الطاقات الروحية للوزن الروحية في مركز الروحي القلب الروحي المجال في هذا ضعف وعجز ومرض القلب الروحي وسكونه وتوقفه وموت. وكلما زاد معدل خروج الأعمال الروحية الموجبة، كلما زادت الوزن الروحي، التيار يقوم يجي لك أكثر، كلما تخرج يجي لك على طول فريش عشان تعمل الداخلة القلب الروحي والخارجة منه في هيئة أعمال الحق اللي هي محبة ورحمة وشكر وبر وما إلى ذلك. أي أن مقدار طيار الإيمان الروحي يتقوى ويتجدد ويزداد فيه، وفي ذلك أيضا أما يتجدد ويزداد طيار الإيمان تزداد الأعمال الروحية المجابة كما وكيفا، أي قدرة ونوعية تكتر نوعيات كثيرة وتبقى قوية. كل ده محرك موجود قلب الروح يجيب من فوق يخرج. والوزن الروحية تقاس بمعدل دخول الطاقات الروحية النوعية الموجبة إلى القلب الروحي ومعدل خروج الأعمال الروحية الموجبة، أي أعمال الحق بالمجال الطاقي الإنساني. عشان تقيس الوزن الروحية وتعرفها قد إيه بيخش وقد إيه بيخرج في أعمال، قد إيه تيار الإيمان اللي جاي لك تقيسه تعرف بخروج الأعمال وقد إيه بيخرج منك أعمال. مش بصلي وأصوم وبتاع ما فيش حاجة أبدا، nothing، ما فيش فايدة. وهذا يعتمد على نوعية التدين المسيحي من حيث هو تدين الروحي حق فعل وموجب وصاعد، ونوعية المجال الطاقي النفسي والجسدي الإنساني من حيث هو متعقد ومنضبط وخالي من الشحن السالب المادي والروحي، وكذلك سعر القلب الروحي اللي هو مركز المجال الطاقي الروحي المدلل وقدراته الروحية في الحس الروحي والتمييز الروحي، يعني كفاءة القلب المركز مجال الطاقي الروحي. الإنسان هو الوحيد ما بين المخلوقات إن هو عنده مجال طاقي روحي وبالتالي. كذلك الثقل الروحي، الثقل يزداد ويشكل خطر على القلب الروحي اللي هو مركز المجال الطاقي الروحي وبالتالي، وهو ينشأ بسبب ازدياد الممارسة الروحية في الصلوات الروحية من دون الحصول على تيار الشحن الروحي الموجب في القلب الروحي اللي هو مركز المجال الطاقي الروحي المدمج، وذلك لعدم قدرة القلب الروحي على تشكيل القدرات الروحية وإخراجها من مجال الطاقي الإنسان في أعمال روحية موجبة. بسبب إيه السبب هنا؟ إن هو بيمارس كتير والقلب مش سليم مش كفو بيجيب ومش عارف يخرجها في أعمال. ليه بيحصل الحكاية؟ ما فيش فكرة. وذلك بسبب التدين المسيحي العقيم عبادة الحرب بدون جادة الروح الذي يتشدد ويتزمن
ويثقل على المتدين المسيحي بتعليم وطقوس وفرائض وأحكام تقيد المتدين المسيحي في عبادة حرفية تؤدي إلى عجز القلب الروحي عن تشكيل القدرات الروحية وإخراجها في أعمال روحية موجبة حقا. أهم حاجة الفهم له أصل في ذات اشترك أو الذات هنا لأن دي أساسا. والأمراض الروحية التي تصيب القلب الروحي اللي هو مركز المجال الطاقي الروحي الوجداني أغلبها ناشئ عن النوعيات المريضة في التدين المسيحي العقيم عقم الرهبان والتي تؤدي إلى اضطراب القلب الروحي ومرض وعجز في التدين المسيحي المريض وبالتالي عدم حصوله على الشح الروحي الموجب الحق طبعا الزاد خلاص تروح وعدم قدرته على عمل أعمال الحق وفي ذلك يفقد المتدين المسيحي وزنته الروحية المعطلة الموجب الحق وقد يسلبه الشيطان ويملأ قلبه بوزنة روحية سالبة في طاقات الوجود الروح من طاقات الوجود الروح الباطل وفي ذلك يصير التدين المسيحي العقيم سالبا وباطلا وضالا وكاذبا ونهايته الموت الجسدي وقد يمتد إلى الموت الروحي. هنا بالنسبة للنصوص حسب فقط الوزنة الروحية دي بولس الرسول رمي 12:3 كما قسم الله لكل واحد مقدار من الإيمان يعني وزن روحية في الأول أمثال 16:2 كل طرق الإنسان نقية في عيني نفسه في عين نفسه زاد أنا كويس أوي ولكن الرب وازن الأرواح بيشوف قلبك الروحي مركز المجال الطبيعي الروحي الوجداني ليس في روحه غش وازن الأرواح يعني اللي هو الوزن الروحية في قلب الروح اللي هو مركز المجال الطاقي الروحي الوجداني فإذا كان موجب الوزن الروحية كويسة قلبك الروحي يغفر لك خطاياك من غير حاجة داود بيقول كده طوبى الراجل الذي يحسب لا يحسب الرب له خطاياه ولا يوب وسترت خطاياه ولا يوجد في روحه غش اهم حاجه قلبه الروحي سليم انه ممكن يعمل حاجات بجسده ونفسه فيخبرها له ربنا فهي ده المحرك الاساسي وهنا امثال 21:2 كل طرق الانسان مستقيمة في عين مطراء أسقف راعي كاهن مسكين السلطة كلهم واحنا بتوع كل شغلتنا دي محدش يكلمنا واحنا قاعدين الروح القدس من فوق كل الطرق الإنسان مستقيمة في عين هو كده تمام وشهادة الآخرين له طبعا لأن دي مجموعة مع بعض بيزنس في عينه ولكن الرب وازن القلوب هنا القلوب الروحية اللي هي مركز المجال الباقي الروحي الكامل أمثال كمان 24:12 إن قلت هو ذا لم نعرف هذا أما لا يفهم وازن القلوب وحافظ نفسك ألا يعلم فيرد الإنسان مثل عمله تيجي انت تقول مش عارف بقى وبتاع مش عارف ايه لكن بيشوفك انت وزنتك قلبك الروحي شكله ايه فانت بتقول ان قلت هو ذا لم نعرف هذا اما لا يعرف يفهم وزن القلوب اللي هو قلب الروحي وحافظ نفسك الا يعلم فيرد الانسان مثل عمله
متى 6:21 للرب يسوع بقى، لأن حيث يكون كنزا هناك يكون قلبك أيضا، اللي هو قلبك الروحي اللي هو أساسا، لأن قلبك الروحي مركز مجال الطاقة الروحي. إن كان موجب قوي وكويس قوي هتستقبل شحن روحي موجب، هتخرج في أعمال، فتبص تلاقيك إيه كنزك هيطلع فوق الحاجات اللي أنت بتعملها، وينمو جسمك الصغير. ثمار الوزن الروحي. الوزن الروحية ايه هي؟ كلمة. كلمة الله الوزن الروحي. انت تجيب ايمان والحاجات دي كلمة الله الاب. كلمة الله تفهم. وكلمة الله ايه هي كلمة الله؟ هي صورة فكر الله. وذلك لان الكلمة هي صورة الفكر. أنا بفكر كلمة. أعرف فكرك إزاي من كلماتك. كلمة الله هي كلمة الحق. وصورة الفكر هي الكلمة. والفكر إيه هو؟ إزاي؟ وبذلك فكر الله هو ذات الله، ذات الإله. وبذلك كلمة الله هي صورة الله. وأقنوم صورة الله هو الرب يسوع المسيح. والذي هو بذلك كلمة الله. مش أي حد تاني، هو بس كلمة. كلمة الحق لأنه هو صورة الحق. لهذا ولدت في العالم لأشهد بالحق. كل من هو من حق يسمع صوتي. هو كلمة الله الرب يسوع المسيح، واللي قاله كله ده كلمة الله، كلمة الله غير كده مفيش كلمة تانية. وكلمة الله حية وفعالة لحياة وروح وحياة أبدية لمن تثمر فيه، أي تثمر في ذاته، له أصل في ذاته. كلمة هتفهمها في جسدك ولا روحك ولا بذاتك، ذات اللي فيه الطاقة الذهنية الفكرية الإدراكية والطاقة الإرادية والطاقة الذهنية النفس. لو ثبتت في ذاتك هتثبت أولا، تثبت في ذاته وتنمو فيه باسم صور الروح موجب حق، هو جسم الحياة أبدية الأبدية في ملكوت الله اللي هتطلع عليه ملكوت الله. وطبعا بولس الرسول في الرسائل بيقول لك كلمة الله حية وفعالة وخارقة لمفرق النفس ذات والمخاخ جوه مخاخ ومميزة لأفكار القلب، القلب الجسدي بيفكر في ايه ونيات هكذا فكل حاجة هي كلمة. إذا كانت كلمة الله فعلا اللي هو يسوع المسيح اللي هي وصايا يسوع المسيح، وقليل من المدعوين مسيحيين تثمر فيهم الوزن الروحي، أي تثمر فيهم كلمة الله وتنمو فيهم لحياة أبدية، يعمل فيهم جسم صورة روح من صورة الله من روح الله. صورة الله اللي هو الرب يسوع المسيح، وروح الله اللي هو روح القدس. هؤلاء هم الذين في الأرض الطيبة، أي لهم قلوب روحية موجبة حق تثمر وتنمو فيها الوزن الروحية، بترميها في القلب. فإذا كانت قلوب طيبة رحيمة وذات فاهمة، خليك معايا تنمو.
وتنمو فيهم الوزن الروحية نمو صوري روحي يتأصل في ذواته. ذات تفهم والقلب الرحيم، قلب روحي مركز مجال الطاقة الروحي الوجداني، فهم ينزل على القلب الروحي البذرة اللي فيه جد وتنمو. لازم الروح والذات طبعا، الذات لا سلطان على الجسد. تبص الحكاية كلها تعمل لنمو هذه البذرة التي ألقيت بالإيمان في القلب أي مركز مجال الطاقة الروحي. هؤلاء النوع ده بقى اللي حكسنا فيه إيه خصائصهم؟ هم الذين فهموا بأن العالم لن يعطيهم حياة أبدية، وأن الجسد لا يستطيع أن يحيا إلى الأبد، وأن الوزن الروحي المعطى لهم كمسيحيين هي دعوة لدخول ملكوت الله الأبدي ليحيوا فيه حياة أبدية في مجد أبدي ووجود صور روحي حق حي إلى الأبد في الله الآب والابن والروح القدس، أي في الذات الإلهية اللي هو الآب، والصورة الإلهية اللي هو الابن، والروح الإلهية اللي هو الروح القدس، أي في ذات الله وصورته وروحه، أي في ذات الحق وصورة الحق وروح الحق، لأن الله هو الحق والشيطان هو الباطل. ذات الحق طبعا فكرة الحق وروح الحق، صورة الحق اللي هي كلمة الحق وعمل الحق، روح الحق اللي هو الوجدان الروحي، الوجدان القداسة، روح القداسة يعني روح القدس. هؤلاء الناس دي مؤمنين يعني هم الذين أعلن لهم بروح الحق أي روح القدس روح الله أن حياتهم ليست لأنفسهم ليحيوا بها في العالم، بل ليقدسوها في الله الآب والابن والروح القدس، ليولدوا ولادة صورية روحية جديدة في جسم صوري روحي ممجد من الله الآب اللي هو ذات الإلهية، بصورة الله اللي هو الابن الرب يسوع المسيح، وبروح الله اللي هو الروح القدس، ليكونوا بذلك أبناء الله الآب فيرثوا ملكوت الله في حياة أبدية ومجد أبدي. فهم هؤلاء الذين فهموا الفهم الروحي المسيحي الحق لوجودهم في العالم، وجودهم في العالم ولحياتهم في العالم بأنهم موجودون لغاية الخلاص الروحي الأبدي بإبن الله الرب يسوع المسيح. هذا الخلاص هو الخلاص من الموت، خلاص من إيه؟ من الموت الجسدي، أي موت الجسد الذي يفني الوجود الحي للإنسان فلا يكون لهم وجود آخر. فهم ده الحتة اللي عنفت منها من جسد، انتقل موت الحياة، والخلاص من الموت الروحي والذي هو الوجود الصوري الروحي السالب والمظلم إلى الأبد في الهواء في الهوية الروحية مع الشياطين والأرواح النجسة والأرواح الشريرة في الظلمة الأبدية في الهاوية الروحية التي ستضرم بنار روحية أبدية لتصير جهنم من نار الروحية الأبدية التي ستفني كل كائن صور روحي سالم، وهذا هو العذاب الروحي الأبدي الذي نهايته الموت الروح، يعني موت الروح اللي هو فناء الروح، والذي يتضمن عذابا أبديا للذات الإنسانية. الذات بتدرك مميزة. هؤلاء هم الذين فهموا أنه إن أحبوا العالم وإن أحبوا حياة الجسد في شهواته وإن أحبوا معطيات العالم المادي الباطل الصورية التي هي من صورة الباطل الكلي الذي هو إبليس رئيس مجد العالم الباطل في غناه وماله وسلطانه وأوثانه وأصنامه التي هي في محبة المال والغنى والطوع والمجد والسلطان وكل ما هو من العالم الباطل ومجد الصوري السالب الزائل والزائف
إن فعلوا ذلك ذهبوا في طرق الباطل وصاروا بطلا. لذلك طلبوا الوجود الروحي الحق، أي الوجود الصوري الروحي الحق الذي هو وجود الله الآب في صورته وروحه، أي طلبوا وجود المسيح الذي هو صورة الله والروح القدس الذي هو روح الله أي روح الحق ليحيوا في ملكوت الله بالولادة الصورية الروحية من الله الآب ذات الإلهية بصورة الله ابن الرب يسوع المسيح وبالروح القدس اللي هو روح الله. فهنا بنقول النص بيقول هنا 1 يوحنا 2:14-17 رسالة يوحنا الأولى: كتبت إليكم أيها الآباء لأنكم قد عرفتم الذي من البدء، كتبتم إليكم أيها الأحباب لأنكم أقوياء وكلمة الله اللي هي البذرة دي ثابتة فيكم وقد غلبتم الشرير الباطل. لا تحبوا العالم ولا الأشياء التي في العالم، إن أحب أحد العالم فليست فيه محبة الآب، لأن كل ما في العالم شهوة الجسد وشهوة العيون وتعظم المعيشة ليس من الآب بل من العالم، والعالم يمضي وشهوته هتموت هتموت بجسده، وأما الذي يصنع مشيئة الله يثبت للأبد يعني يحيا إلى الأبد. هنتكلم على مضاعفة الوزن الروحية، ازاي تضعفها؟ مش اداك كده وزن روحية كفاية عليا كده اخبيها ومفيش احسن بقى اضيع ولا حاجة انا مفهمش في الحاجات دي؟ نو، فجد وانت كتاب تضاعف الوزن الروحية عشان يبقى لك مرتبة روحية كويسة، مش في الكنيسة، مش تبقى مطران ولا شماس ولا كلام، مالوش علاقة ابدا. ده من الناس وبالناس، انما احنا بنقول الوزن الروحية التي يعطيها الله مش بنظام كنسي. بفهم كلام الكلمه دي روحية لما نقول الرب يسوع المسيح، لازم تفهم الله روح، ده علم تفهم عشان تنفذ. مضاعفة الوزن الروحي، الوزن الروحي التي تعطى من الله للمؤمن المسيحي هي نوعية من الشحن الطاقي الروحي الموجب قدام إنسان مؤمنين في مركز المجال الطاقي الروحي، القلوب الروحية لها مركز، الله فوق في علاقكم الروحي في مراكز الشحن الروحي الموجب، كل فوق شحن روحي الموجب عالي أو نور القداسة، تاخد حبة من دول من الملائكة وحاجات من مراكز الشحن يرميها بكلمة الله لما يجي يقرا كلمة الله يفهمها، يوم نائل أو عاوزه لما ليس منكم بل عطية من الله، علم الروح تنزل على طول لقلبه يجي يديله حبة على قده لسه هيبتدي عشان ما تثقلش عليه يبتدي يسمر. الوزن الروحية تعطى من الله للمؤمن المسيحي نوعية من الشحن الطاقي الروح الموهوب جاية من فوق حسب تركيب الإنسان بدون نوعية معينة. شوف هتعمل في إيه؟ زي ما تعمل بذرة في أرض. هتشوف هيعمل هتنمو ولا مش هتعمل. هذه النوعية الروحية الموجبة هي موهبة روحية، يعني طاقة روحية نوعية. معطاة من الله بروح القدوس لعمل أعمال روحية معمولة بإقموم الوجود الصوري الإلهي الحق، أي بإقموم صورة الله الذي هو بإبن الله الرب يسوع المسيح. الله عاوز يعمل أعمال رحمة، بيعملها إزاي؟ لازم يكون بالطريقة، وخلى المسيح رحمة، الرحمة الإلهية. أي أن الطاقة الروحية الإلهية النوعية تخرج
في طاقة صورية مادية، هي أعمال الله التي يعملها الله بالمؤمن المسيح الحق الذي تثمر فيه الوزنة الروحية. ديك الوزنة الروحية تفرجها في أعمال. أنا عاوز أدي أعمال رحمة أنقذ بها أعمال إبليس، أعمال الحق بتاعتي رحمة ومحبة وعدل ومحنة زاهد حتى لا ينمو الشر في العالم، أي تثمر فيه الموهبة الروحية الإلهية في أعمال صورية مادية، هي أعمال الحق بنوعيات رحمة شكر بر عطاء ما إلى ذلك، شفاء ما إلى ذلك. وخروج الطاقة الصورية الروحية في طاقة صورية مادية، في ذلك تتشكل الطاقة الروحية في أعمال صورية مادية، وهذا يؤدي إلى إيه؟ مضاعفة الوزن الروحية، إذ هي أثمرت في عمل صور. لو ادالها الوزن الروحية ما أثمرتش مش هديله تاني، هو الأفع نفسه مش هديله تاني. إنها لو خد الوزن بتاعه الأولانية وخرجتها في أعمال مقصود بيها أو جد بكتاني، وهو الفهم في سفينة اللي اسمه صور الله بيعمل، هديله تاني ده إناء جيد، ده أرض جيدة، هديله ده ذاته وقلبه وروحه كويس قوي، جسده تمام، فاهم العملية، هنا التدين السليم، الروح المسيح الحق اللي احنا بنتكلمك فيه، في العلم السوق المسيح الروح الحق، بشارة إنجيل. أي عندما دخل الطاقة الصورية الروحية في عمل صوري حق، في ذلك يحصل المؤمن المسيح على المزيد من الطاقة الروحية، أي من الوزنة الروحية في نوعياتها الموجبة، أي تنمو موهبة الروحية المعطاة له من الله، لأنه يثمرها في أعمال صورية حق، هي أعمال المسيح الحق بقانون سورة الله. وعندما تزداد وعندما يزداد ويتضاعف المؤمن المسيح الحق المختار في أثماره الروحية الخاصة، وعندما تكتمل فيه تكتمل أعمال الله فيه التي يمجد بها الحق يا الله، فإن التكامل الموجب في الموهبة الروحية النوعية ما تكتملت في وجودها الموجب وأثمرت ثمرها تتلو حاجة وأثمر، فإن الموهبة الروحية النوعية تنتقل إلى موهبة روحية نوعية أخرى أقوى منها كمن وكيف، أي إذا اكتمل عمل وزن الروحية الأولى تعطى المؤمن المختار من الله وزن روحية ثانية نوعية ثانية يكتمل يكمل ثمارها، وثالثا ثالثا ليكملها وزن روحية ثالثا ليكملها أيضا، ورابعة وخامسة إلى أن تكتمل فيه أعمال المسيح الحق. قال لك ده إناء مختار أبعد فيه ده بيطلع الأعمال اللي أنا عايزها، ده الزواج أعمال المسيح الحق ومواهب الروح القدس أي روح الحق، وبذلك وذلك بحسب إرادة الله واختياره للمؤمن المختار، وبهذا تتضاعف الوزنة الروحية 360 و100. واحنا النهارده المحاضرة رقم 135، عدينا ال 100، الثمارة عندنا كتير قوي الحمد لله، حاول تفهم بقول لك 360 و100، احنا 135 النهارده، حاول تفهم. النصوص واضحة، 1 كورنثوس 12 4-6، فأنواع مواهب مجدودة ولكن الروح واحد، الشحن الروحي واحد، وأنواع خدمة موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل في الكل. متى 25-28-29، واحد اداله وزنة روحية قفل عليه بطريقته بقى، وبالذات التدين الحرفي ده بيقفل على الوزن، فخذوا منه الوزن اللي اعطوه الذي له العشر وزنات، لان كل من لا يعطى وزاد ومن ليس له فالذي عنده يؤخذ منه. ما دام ما اثمرتهاش هديك تاني ليه؟ ما تنفعنيش ما تنفعنيش، اتعلم التعليم المسيحي الروحي الحق تقدر تنفع. زي ما بقول لك المسيح بعد ما عمل الكلام كل وصايا العشر كل وصايا الجبل
أفهمتم هذا كله؟ بيسألوا. قالوا نعم يا سيد الكلام اللي قلته. قال لهم لذلك أقول لكم كل كاتب متعلم في ملكوت السماوات يشبه رجل يخرج من كنز الجدد المتعقق عتقا، كل ما اديله وزنات بيطلعها الحاجات. متى 12:23 واما المزروع الارض الجيده، هنا الارض الجيده ذات بترفع قلوب روحيه مركز المجال الطاقه الروحاني ما فيهوش غش عاوز الحاجه دي، ارض طيبه. اما المزروع الارض الجيده فهو الذي يسمع الكلمه ويعمل ايه؟ ويفهم. لازم يفهم ويفهم. وهو الذي ياتي بالثمر فيصنع بعض منها وآخر 60 بنوعيات وآخر 30 160 و30 الحاجات دي كلها. فإحنا نشكر الله إحنا المحاضرة رقم 105 فعندنا مرتبة كويسة والحمد لله لذوي. هنا بعديها هنتكلم هنا على فقد الوزن الروحي. للمدعو مسيحيا هي بداءة طريق الحياة الأبدية والمسيرة الأولى في طريق الحياة الأبدية. المسيرة الأولى في طريق الحياة الأبدية هي الإيمان بالرب يسوع المسيح ابن الله الإله الحق والحياة الأبدية. لازم إيمانك يسوع المسيح إله الحق، هذا هو الإله الحق والحياة الأبدية. الآب والابن والروح القدس هو الله في ذاته وصورته وروحه. ما كانش يكمل الحكاية دي ما تاخدش وزن روحي. هذا الطريق وهذه الحياة وهذا الوجود الروحي الحق يلزم أن يكتمل ويثبت يثمر في حياة أبدية في ملكوت الله. لازم الإيمان عندك يكون كامل، لأن رب يسوع المسيح هو الوحيد، مفيش غير يسوع اللي قال هو إيه؟ أنا هو الطريق والحق والحياة، ليس أحد يأتي للآب إلا بي، مفيش غيره، وأنا هو القيامة والحياة. من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت إلى الأبد، وهو الحياة الأبدية. وأنا والأب واحد، من رآني فقد رأى الأب. وأنا الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه على الخراف، يعرف نفسه عشان يبدلك حكم. أنا أنا أنا، محدش غيره بيقول كده. وأنا الكرمة وأبي الكرمة، كل غصن لا يأتي فيه ثمر، كل غصن يأتي بثمر ينقيه ليأتي بثمر أحسن. وأنا الكرمة وأنتم الأغصان، بدوني لا تستطيع أن تفعلوا شيئا. إن ما أثمرتش يجف ويحترق ويلقى في النار. وأنا كل أمور، أنا الخبز الحي الذي نزل من السماء، من يأكلني يحيا. فكل دي بتعرف ألوهية الرب يسوع. فهنا الإيمان بالرب يسوع المسيح مش إيمان شاكل، إيمان فاهم.
هذا الطريق وهذه الحياة وهذا الوجود الروحي الحق يلزم أن يكتمل ويثبت يثمر في الحياة في حياة أبدية في ملكوت الله. والوزن الروحية هي كلمة الله التي هي يسوع المسيح، والتي يلزم أن تثمر وتنمو في وجود صور روح الحق من الله، أي ولادة صورية روحية من الله بصورة الله بروح الله، وهو الجسم الصور الروحي الممتد، جسم الحياة الأبدية. الغاية كلها بديك الكلمة طاف قلبك الروحي، ركز المجال الطاف الروحي الوجداني عشان ذاتك تفهم وتعلم. من غير كده ما عندكش ايه؟ جسم صور روح الموجب حق، ولن تنتقل لحياة أبدية مهما دخلت الكنيسة ومهما كنت راهب ومطران واسقف، قد تكون حاجاتي كلها شكلية. أما حاجة تدرك، حاجة تخليك إنك فعلا ماشي بالطريق الحق وجسم المسيح بينمو فيك، مش تاخد السلطة الدينية وتسلط على الناس وخلاص وتشهد لنفسك ويشهد لك الآخرين، ملوش قيمة. وكثير من المدعوين مسيحيين يفقدوا الوزن اللي هي بدأت الطريق الحياة الأبدية التي أخذوها وأعطت له بالإيمان المسيحي أو بالمولد المسيحي. وفقد الوزن الروحية هو عدم نمو كلمة الله التي هي البذرة الروحية ليسوع المسيح، لأن هو كلمة بيدي البذرة. نمو كلمة الله في جسم صور روحي موجب حق يولد به المؤمن المسيحي من الله الآب بصورة الله وبروح الله في جسم صور روحي إلهي حق. هذا الفقد الروحي لكلمة الله يكون بسبب الشيطان الذي يسلب وجود المؤمن المسيحي المسيحي ويخلق كلمة فلا تصير بلا صبر. بيسلبها ازاي؟ المجد العالم الصوري السالب وشهوات الجسد والمعطيات المادية في محبة المال والغنى والطمع وتعظم المعيشة ومحبة ومعطيات العالم في مجده الصوري الباطن. ويكون أيضا بسبب نوعيات التدين المسيحي الكاذب والسالب والباطل والمريض والمنحرف والأعمى والضال والعقيم. ده كله ده موجود لأن خدعة الشيطان يسلب الكنيسة، وده سبب رقص الرعية، أسلب الرعاة فتسلب الرعية، يخدرهم خالص والتعليم غلط حرفيا، حيث تنوعت وتعددت وتضاربت وتصارعت وتنافست وتحاربت الطوائف والمذاهب والفرق والكنائس والأديرة والمؤسسات الدينية على سلب الرعية. كل واحد عاوز الرعية عنده عشان دول اللي هو تثبت بيه مملكته وتسلطه الدين. وتنكر الرعاة والكهنة والمرشدين والمعلمين والآباء والخدام في أزياء وقناعات التقوى والبر والقداسة ليسلبوا النفوس ويضلوا الأرواح ويقتنصوا الرعية للذبح والهلاك. هيضيعوا، ضيع من الوزن الروحي. وهم بكلمة الله، لأنهم مش عندهم حاجة لكلمة الله، أي بالوزن الروحية يخدعون قلوب السنماء ويسلبون نفوس البسطاء ويقلبون بيوت الودعاء ويشردون المستقرون ويضلوا الطائهون ويدمروا عقول الفهماء والحكماء، لأنه عاوز يفرض دكتوراه نظامه هو اللي يمشي ونظامه هو. كل كنيسه كده، كل طائفه كده، انا مفيش غيري بسمع كلامي. ذلك لانهم سلبوا كلمه الله. لما سلبوا كلمه الله فصارت فيهم ايه؟ حيلة الشيطان. وتنكر وفكر ابليس سلبوا كلمه الله. عنده الكلمه بيقول كذا وكيت يا واسوما وكذا وانا بريك وانا كذا كيت كيت ويمشوا بس الصوم وصلي واسمع الكلام بتاعه والكلام ده. بكلمة الله سلبوه استعملوه فصارت فيهم حيلة الشيطان وفكر ابليس وخدعة الدين وطعم التدين
لتفدير النفوس. لذلك كلمة الله ليست في هي من يرددها باطلا أو من يعمل بها للباطل. اتفرج أنت على الإذاعات هنا والحاجات دي والتلفزيونات هنا، كله قاعد يتكلم بكلمة الله والمسيح وقاعد وبتاع والحاجات، كله غلط في أمريكا هنا والحاجات دي كلها. دول ماشيين بطريقة تانية خالص، انحرفوا خالص، والتانيين متزمتين ومتشددين وسلطانها لازم يمشي. على أنهم بيحموا الكنيسة القبطية والكلام ده كله. مفيش فهم. مفيش فهم يبقى مفيش سمع. فقد فقدت لذلك كلمة الله ليست في من يرددها باطلا أو من يعمل بها للباطل، فقد فقدت وزنتها الروحية، أي شحنتها الروحية المقدسة أي المجرد، وصارت كلمة الإنسان وكلمة وحيه كلمة روحه وكلمة إرادته وذاته. فإن كانت الوزن الروحي أي شحنته الروحية أو أي قلب الروح سالب ونجس وشرير، صارت الكلمة محمولة ومشحونة بالشحن الروحي السالب، أي صارت وزن روحية سالبة سلبة الوزن الروحي جوه قلب الروح مركز المجال الطاقة الروح، وطبعا ذاته وفهم كل مشي ورا طريق الحاجات دي كلها، ومنهجها الروحي سالبا. وهذا هو التدين، وهذا هو الدين والدينونة، وهو إدانة ودينونة كل من يحمل كلمة الحق أي كلمة الله ليسلب بها الرعية وينهج بها نهجا سالبا وباطلا للدين والتدين، فيصير الدين والتدين طعما لتخدير العقول ولعماء الأبصار وتسخير الأذهان، بدلا من أن يكون لخلاص النفوس. ده اللي حصل في روسيا القيصرية زمان، استعملوا سلطان الكنس الكهنة هناك لإزلاج الناس ورئيسهم القيصر وما إلى ذلك. فطبعا الناس تعبت قوي من سلطان الكنس، لأن دول كلمة هما بيقول لك احنا معنا كلمة الله واحنا اللي فاهمين، انت غلط انت كده انت كده. فطبعا ادت الى قيام الماركسية اللي هي الشيوعية وماركس والكلام ده كله ولينين وما الى ذلك. واول ما قاموا نهوا خالص على الدين والتدين، وقالوا الدين افيون الشعوب، بيدوا الناس ليسخروهم تسخيرا ويصفوهم قلب قطيع. فطبعا الحاجات دي بتتكرر، هي اي الناس هي الناس، اي سلطان في الدين والتدين بيعمل بلاوي، وده اللي بيخليك يعمى انك تفهم. من اطاع الله الرسول فقد اطاع الله، من اطاع الرسول فقد اطاع الله. اطعت المطران بعض والكاهن يبقى اطعته. انت بتعمل الكنيسه بتاعي الكنيسه مش فاهم الله مين هو المسيح. اوكي احنا بنجيك علم روح المسيح حق وكريتان وتخلص وتعمل. هنا روميا 16 18 بولس الرسول فهم الحكايه دي قوي وقال ايه؟ لان مثل هؤلاء لا يخدمون ربنا يسوع المسيح، بل بطونهم ياكلوا ويشربوا ومجدوا ويفسحوهم ويبعتوهم امريكا ويجوا والكلام ده، وبالكلام الطيب والاقوال الحسنه يخدعون قلوب اسلم. متى 23 12 15 ده الرب يسوع هم ما دام في سلطان كنسي سلطان في اي دين اي اي. فبيقول للفريسيين والكتبه اللي هم اصل دينكم والعلم، بيقول لهم ايه؟ لكن ويل لكم ايها الكتبه والفريسيون والمراؤون، لانكم تغلقون ملكوت السماوات قدام الناس ولا تدخلون انتم سوري ولا تدعون الداخلين يدخلون. ويل لكم ايها الكثرة والفريسيون المراؤون لانكم
تأكلون بيوت الأرامل ولعل تطيلون صلواتكم، لذلك تأخذون دينونة أعظم. ويل لكم أيها الكتبة والفرسون المراؤون لأنكم تطوفون البحر والبر لتكتسبوا دخيلا تكسبوا دخيلا واحدا ومتى حصل دخيلا واحدا ومتى حصل تصنعون ابنا ايه لجهنم. دول قمة التدين من ناحية الفكر. أكثر منكم ملاحظة وده اللي بيحصل بالذات في الكنيسة القبطية في 40 سنة. عاوزين ناس تانية والكلام ده كله عشان يستمر التسلط الديني الضئيل والعقيم عقم الروح بقى، لأن المسكين كلهم الروح بقى هم عقماء وصار التدين الكنسي القبطي عقيم. خرج جيل غريب. متى؟ 23 27 23 33 رابع سورة. هم الناس هي مدام مسكوا السلطة. ويل لكم أيها الكتبة الفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من الخارج جميلة وهي ما الداخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة. شكلهم طيب قوي حلو جميل كله خلاص. هكذا انتم ايضا من خارج تظهرون للناس ابرارا بل بيحصل، ولكنكم من داخل مشحونون رياء واثما. ايها الحياه اولاد الافاعي كيف تهربون من بينونه جهنم. ده بيحذر، خلي بالك مش هتكسب انت مجد العالم ومجد الباطل والكلام ده كله وانت راجل مهم في الكنيسه والكلام ده كله. فاهم؟ دور على اباك السماوي. فهنا ده الزوجين وسكن ابليس. ثانيا الاستبدال المادي للوزن الروحي. حد خد وزن روحي قبل كده واثمرت معه بيعمل اعمال مواهب بس عجبته الحكايه دي فقال لك انا بيعها انا اكسب منها انا اتسلط بيها على الناس. سلم الاستبدال المادي للوزن الروحي. اخذته مجانا واكلته مجانا على طول كده. الوزن الروحي لان جاي لك من فوق وانت بتطلعها من الاعمال تنبسط قوي لانك فهمت ان جسمك الصور روح الموجب بيعلى ويكبر ورتبتك فوق منه تمام روحيه وفهمت الامور دي كلها وقريت لك لانك عندك فهم روح المسيح الحق. مش هتدور على الحاجات دي خالص حتى لو ذاتك عاوزاها تبص تلاقيك ايه ولما انت ماشي في المنهج صحيح يجي لك وخدت من الحاجات دي يجي لك كآب بدل ما تنبسط بحاجات العالم يجي لك كآب. انما لو سلبت بقى نفسك انتهيت. الوزنه الروحيه ايه هي؟ هي وزنه مقدسه تعطى للمؤمن المسيحي بالروح القدس جاء من فوق خالص. سماء يكون الروح على كل الروح نازلة على مركز المجال الطاقي الروحي والجاهز. بس في الذات فهم ومعرفة تخرج في أعمال. روح الحق روح الأرض. يعمل بها أعمال روحية حق ليمجد بها ابن الله الوحيد الرب يسوع المسيح. العامل هذه الأعمال ليعرف العالم الله الآب والابن والروح القدس. الله الواحد في ذاته الاب وصورته الابن والروح الروح القدس. ويؤمن به وينال به خلاص الروح الابدي في الحياه ابديه في ملكوت الله اي ملكوت الوجود الروح الالهي. هذه الورده الروحيه ان استبدلها الممارس الروحي سواء كان البابا او المطران او القسط او الراهب او اي ممارس روحي مبشر او ما الى ذلك بوزنه ماديه طبعا عاوز يبيعها اي معطيات ماديه من مال ومجد العالم المادي الباطل وسلطان الناس الزائر فهو بذلك يستبدل عطيه الله بمجد العالم اي يستبدل عطيه الحق بمجد الباطل وفي ذلك هو يخلط الحق بالباطل والنور بالظلمه والمسيح مع بليعال
والروح القدس اي روح الحق مع روح الباطل اي روح النجس. شوف بولس الرسول بيقول ايه 2 كورنثوس 6:14، لانه اي خلطه للبر والاثم واي شركه للنور مع الظلمه واي اتفاق للمسيح مع بريعال واي نصيب للمؤمن مع غير المؤمن واي موافقه لهيكل الله مع الاوثان، ده حق وده باطل. ما تاخدش عطيه الله وتستبدلها بمجد الباطل في اي صوره من الصور، تصلب ديني كذا بكات. لو حصل كده يتدنس ويتنجس ويسلب وجوده ويفسد ويهلك وتكون نهايته العطب والهلاك، ملوش مجد وكرامه، والموت الروحي في الهاويه الروحيه. ذلك لانه ان استأمن الله انسانا واعطاه وزنة روحيه مقدسه بروح القدوس فيلزم ان يثمر المختار هذه العطيه الروحيه في اعمال روحيه باسم الله وباسم المسيح، ليمجد الله والرب يسوع بدون مقابل مجد بأي صورة من صور الأخذ المادي المقابل، ولا أي شكل من أشكال وصور مجد العالم المادي الباطن. إذا عطية الله لا توزن بثمن ولا تعادل بمال ولا تشترى ولا تستبدل بقيم مادية، وذلك لأن عمل الحق لا يباع بمجد الباطن. لذلك كل ممارس روحي سواء كان واتبر من رؤساء رهبة أو مطران أو أسقف أو كاهن أو راعي أو معلم أو ما إلى ذلك أو مبشر، له موهبة روحية من الله ثم انحرف في ممارسته الروحية واستبدل الوزن الروحية بمعطيات العالم المادي أي بوزنة مادية، فإن الوزنة الروحية تنزع منه وما عنده يؤخذ منه ويصير وجوده الروحي باطلا وتصير موهبته الروحية سالبة، تتحول لطاقة روحية سالبة. إذ قد فارقوا روح الله وسلابه الشيطان، لذلك يكون في اللعنة والظلمة والنجاسة. خلي بالك لما تكون وزنة روحية استأمنك عليك الله تخطئ بقى وتتكلم كذا وتتبدلها وتبيعها والكلام ده كله، انت هتضيع هتضيع تماما يعني، لانك انت عملت حاجة خطأ من الأول. لذلك يكون في الظلمة في اللعنة والظلمة والنجاسة إذا هو سقط من البركة والنور والقداسة باستقبال الوزنة الروحية الحق باستبداله الوزن الروحية الحق بالوزن المادية الباطلة، أي استبدل مجد الله اللي هو مجد الحق بمجد العالم اللي هو الباطل، وفي هذا يدخله الشيطان ويتركه الله. ده اللي حصل لليهود الإسخريوطي، لقاه بيعمل معجزات المسيح تعالى ده هنمتلك العالم كله، تشفي ده وابن ملوك وحاجات وحش فيهم واعمل حاجات، ده هناخد حاجات ملك العالم. دخل الشيطان دخل الشيطان على طول وراح عاوز يعمل، اما لقاه رافض كده مش عاوز، فطبعا راح للعب وما الى ذلك. راحت منه الوزنه وراح للاب وراح اتاخد واحد تاني من سياس ورسول او وطن. دور اخر بس تبدأ بالوزنه الروحيه الحق بالوزنه الماديه الباطله، اي يستبدل مجد الله لو الحق مجد العالم اللي هو الباطل، وفي هذا يدخله الشيطان ويفارقه روحه فيسقط في الهوية الروحية ليعمل أعمال الإثم والباطل والضلال وتكون نهايته العطب ولا لا. تمام، بنقول إن ال هنا سكند ان ما يفيد ان الوزن الروحية جاء منين؟ من علاء الكنبة، من سماء الكنبة، من مكان السكن الروحي المكرم،
الكنائس الروحية والسماوات محاكم القديسين في رتب فوق موجودة. ما هيش جاية لا تقعد من البعض أو المطران أو الأسقف أو الكاهن أو الراهب، أي لا تعطى من الناس بل من الله الآب والابن الرب يسوع المسيح وبالروح القدس تكتبه. فهنا نصا يوضح هذا الكلام متى 21-23-27. ولما جاء إلى الهيكل بيعمل عجائب المسيح مع سلطان عجيب بيعمل عجائب، جاء إلى الهيكل تقدم إليه الرؤساء اللي كانوا يشوف الشعب كل المجمع كله وهو يعلم قائلين، وهو كان بيعلم قائلين بأي سلطان تفعل هذا ومن أعطاك هذا السلطان؟ احنا ما قلناش حاجة، ما قلتناش المجمع والحاجات دي عشان يدي لك السلطان، لن تتبعنا ولن تاخد مننا مسحة ولا عيناك ولا حاجة أبدا، ما انتش تبع الكنيسة بتاعتنا. مين يداك الكلام ده؟ افهمه. فأجاب يسوع قال لهم، عاوز يفهم ان انتوا بتدوه ده من الناس ملوش قيمة وهيفضل من الناس سواء في كنيسة او اي حاجة من الكلام. فأجاب يسوع قال لهم انا ايضا اسألكم كلمة واحدة فان قلتم لي عنها اقول لكم انا ايضا بأي سلطان افعل هذا. بجيب الحاجات دي منين؟ من اداني السلطان ده؟ مجمع الفلاني ولا الفلان الفلاني ولا المطران الفلاني على نظامه يعني؟ حاجات دي احنا عارفينه ما بيروحش حاجه من الحاجات دي، مش ما عندهم، مش متخرج مش عندهم، مش تلميذ عندهم، مش تحت سلطان، مش تحت الحاجات الامباير اللي هم عاملينها. اسالكم سؤال واحد وانا اقول لكم ايضا، اسالكم كلمه واحده فان قلتم لي عنها اقول لكم انا ايضا بأي سلطان افعل هذا. الرب يسوع يمتحن. فقال لهم معموديه يوحنا من اين كان؟ معموديه بتاع السلطان الواخد ده، من السماء ام من الناس؟ من السماء يعني من الله ام من الناس؟ وفكروا في انفسهم قليلا ان كنا من السماء يعني من الله يقول لنا لماذا لم تؤمنوا به، وان قلنا من الناس يخاف، قلنا من الناس نخاف من الشعب لان يوحنا ها عند الجميع مثل نبي. فاجابوا يسوع وقالوا له ايه؟ لا نعلم. سيب لا نعلم. وقال لهم ايضا او ايضا ولا انا اقول لكم بأي سلطان أفعل ذلك. هو ممكن يقول له لكن بيحيرهم بأن المسلمين لا يبصرون وسامعون لا يفهمون فبلهمش خلاص لا الزوجة. فهنا ده المقصود بهذا الكلام. كذلك أيضا كل من ينسب لذاته وزنة روحية ويدعي الموهبة الروحية فهو يكذب على الله ويختلس ويسرق عطية الله من دون أن تعطى له ولا أين توه ولا أن توهب له من الله. بيختلس الحاجة سواء كان مطران أو أسقف أي حاجة بيقول ده أنا بشفي ده أنا بغرب شياطين ده أنا بعمل الكلام ده، هو بيكذب ومش في الحق بيسرق حاجة بيكذب ما يقدرش يقول يعني هما بيعطوا بعضهم سلطان ده تبعهم يبقى انا باخدها من الكنيسه وانا ده راهب ولا مطران رشمت وفلان رشمني والكلام ده كله، ده من الناس عطيه من فوق. ده ما جه له جبل المقطم ما راحش البطرك بارك واحد وقال له روح يا سمعان يعني لا خد العطيه من فوق وهو ملوش في تلك الكنسه ابدا لأن الله فاهم الكون وازن الأرواح يدي الحاجة ده اللي هيقدر ده الأرض الطيبة اللي هيقدر يعمل الحاجة اللي أنا عاوزها ذات الزواج. فإيه
كذلك أيضا كل من يسب ذاته وزن الروحية وإيتاء الموهبة الروحية من دون فهو يكذب على الله ويختلس ويصرف خطية الله من دون أن تعطى له ولا أن تهب له من الله. لذلك يسلب وجوده بهذا الادعاء ويخضعه الشيطان لإرادته السالبة ليخدع به قلوب السلماء ويحتال به على أذهان البسطاء ليضلهم في لدين والسال والبطل العقيم ونهايته تكون حسب أعمال. أعمال 8-28-32-18-23 ولما رأى سيمون أنه بوضع أيدي الرسل يعطى الروح القدس قدم لهم دراهم وقال قائلا أعطيني أنا أيضا هذا السلطان وحتى أي من وضعت يدي يقبل الروح القدس. وقال له بطرس لتكن فضتك معك للهلاك لأنك ظننت أن تقتني موهبة الله بدراهم ليس لك نصيب ولا قرعة في هذا الأمر لأن قلبك ليس مستقيما أمام الله فتب من شرك هذا واطلب لله عسى أن يغفر لك فكر قلبك لأن أراك في مرارة المر ورباط السوق الرسل حاجة والمطار ده والأساقف حاجة لازم ما يقولوش في الكنيسة إحنا الرسل إحنا الخلفاء بتاعتهم إحنا أولياء الله الصالحين اللي هيسمعنا يبقى اللي هيسمع الكنيسة أطاع الله والمسيح. ده كله ادعاءات ده حاجة وده حاجة الله يختار اللي هو عاوزه الله هو الذي يبرر. خلي بالك كويس أوي عشان ما تحطش مخك أنا عشان أخش ملكوت السماوات لازم أسمع كلام بابا شنودة وأخش راهب والكلام ده انت اعقمت نفسك تحت السلطان هذا النظام. الله كده عاوز حاجه فريش يعطيها اختياره. عمل كده يا رب يسوع المسيح عمل كده يا يوحنا المعمدان كل الانبياء حصل كده بعيد عن السلك التدين السلطان كده لان دخلت فيه مش تعرف تدخل اتقفل عليك الحرب يغلق والروح يجدد هكذا امين كده. هنتكلم على الفقرة الثانية الجزء الثاني العلم الروحي. ايه هو العلم؟ هنتكلم على علم الروح الحق المنطق الروحي الحق الجسم الروحي الممجد والعمل الروحي. العلم يبقى لازم فيه عمل. ايه هو العلم الروحي المسيحي الحق او عامة العلم الروحي الحق؟ علم العلم المادي خليك معايا يعمل بموجب قوانين تحكم الوجود الصوري المادي في طاقات المادية وتغيرات المادية وتفاعلات المادية وتشكيلات وصور المادية وتحكم صور وجوده وتحكم تجدده وتوالده ومرت حياته في حالة طهارة الوجود المادي الحي الثاني او والعلم الروحي زي لان العلم المادي خاص بالكون المادي بيبعتوا الجوبيتر اخر الدنيا هنا وبتاع كوكب المريخ وتبر كله ماشي بقوانين ماديه واحده او طلعوا الكون الروحي زي ما طلعنا في الرحله الروحيه قوانين ثانيه انما مشابهه في الصور. والعلم الروحي يعمل أيضا بموجب قوانين روحية. علم يبقى في قوانين روحية تحكم الوجود الصوري الروحي في طاقاته الروحية لأن يبقى في طاقات روحية ووحداته الروحية
في وحدات روح الملائكة قبضين الروح مخلصة، وما إلى ذلك فوق سمائك الروحي وتحت بالهوية الروحية أرواح نابت أرواح الشريرة وما إلى ذلك مشاركين في طاقات الروحية ووحدات الروحية وأحداث الروحية وتجددوا وتبددوا، لأنه كما في السماء اللي هو الوجود الصوري الروحي الكون الروحي، كذلك على الأرض أو الكون المادي اللي هو الوجود الصوري المادي. متى 16 تكن مشيئتك، لا الصلاة الربانية المشيئة يعني إيه؟ الإرادة الضابطة، مشيئة إرادة ضابطة أي القوانين، ما دام إرادة ضابطة يعني قانون تمشي بموجبه، الأحداث ما تروحش لا كده ولا كده، سواء أحداث مادية أو أحداث روحية. كما في السماء اللي هو الوجود الصوري الروحي الكون الروحي، كذلك على الأرض اللي هو الوجود الصوري المادي اليونيفيرس عامة الكون المادي الصوري المادي اللي أنت بتشوفه. والوجود الصوري المادي الحي ده وجود الإنسان أو أي وجود حي، وجود متغير ومتجدد لأنه صغير ويكبر ويبقي يفنى ويتجدد وغير ويجي، مستمر فين؟ خليك معي في حركة المستقبل أي حركة الزمان المادي الذي وضع له لتسجيل أحداثه المادية وإدراك تغيره وزواله وتجدده وفناه. ذلك لأن الوجود الصوري المادي في الحي بما فيه الإنسان طبعا يتجدد ليتبدد، يحيا ليموت، أي أن حركة الوجود الصوري تتحرك من المستقبل إلى الماضي، أي أن الوجود الصوري المادي الحي الإنساني يعني مثلا يأتي من الزمن الآتي ليوجد في الزمن الحاضر ويفنى في الزمن الماضي. خليك معايا. وقد وعند الزمن الماضي، وبذلك هو ايه؟ بيجي من المستقبل يخش في الحاضر ويفنى في الماضي. لذلك هو ايه؟ وجود الباطل. باطل. لأن كل ما هو سيوجد صار موجودا، وعندما وجد بطل وجوده بالموت والفناء. لذلك الوجود الصوري الجسد الإنساني الحي هو وجود مولود من المستقبل ليحيا في العالم ويموت في العالم ويقتل بذلك إلى الأبد. وبذلك حركة الوجود الصوري الإنساني هي حركة متجهة من المستقبل إلى الماضي، لأن ما نراه اليوم سيزول غدا ويذهب إلى الماضي، أي أن المستقبل يصير حاضرا والحاضر يصير ماضيا أي باطلا. وبذلك يزول الزمن الحاضر والماضي في الزمن الكلي الذي هو المستقبل اللي جاي، أي يبتلع الزمان الآتي زمان الحاضر ويصير زمانا ماضيا باطلا لا وجود له. ذكر. أما زمان الوجود الروحي الحق فحركته متجهة من الأزل إلى الأبد، من الأزل إلى الأبد أي من الماضي إلى الحاضر إلى المستقبل، أي
عكس الزمان المادي، بمعنى ان ولاده الجسم الصور الروحي موجب حق، ولاده صوريه روحيه لوجود صور روحي حق لا يخضع للزمان المادي الباطن، وبذلك لا يخضع لمراحل الوجود الماديه وهي مراحل الاعداد لوجوده في الزمن المستقبل ثم وجوده في الزمن الحاضر وزواله اي بطلان وجوده في الزمن الماضي، بل هو يعكس هذه المراحل الزمنيه الماديه ليتواجد في زمن واحد للماضي والحاضر والمستقبل وهو الزمان الروحي الازلي الابدي، ليحيا بذلك للابد اذ ليس هو له مراحل زمان وجود، مفيش منه حاضر وماضي جاي من سنة. ده يفسر الى حد ما يعني. لما سالوا يسوع المسيح، يسوع المسيح انسان مولود في العالم، مولود ما دام مولود بجسد حي يبقى هيموت. هيموت يعني هيموت لازم. ولما يموت ياخدوه يدفنوه. قام بقى من الاموات لما كل موضوع تاني. انما هو عارف هيموت. وهو عشان جاي منين؟ من ازل والى الابد. مالوش زمان. فقال لهم ايه؟ قبل ان يكون ابراهيم انا كان. لما عشان عنده جسم صور روح هينتقل فوق للحياه الابديه. هيقوم بالاموات. فقال لهم انت لسه محمد ما بقتش لسه 40 سنه. قال لهم قبل ان يكون ابراهيم انا كان. حته ثانيه ايها الاب مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل كون العالم، يعني من الازل، لانه مش انسان عادي يخضع للزمان المادي، وهو فاهم انما هو انسان مات الصليب وقام وموضوع تاني جسم صور. احنا عاوزين نكون كده، بتولد بجسم صور روحي وتخضع للزمان الابدي ما يقبلش. لكن طبعا كل الوجود المادي اللي انت شايفه جاي منين اصلا؟ حي بيتولد ويموت ويعفو، بيبقى في فكر الله بيجيبه حسب وجودك. هتقعد مده مراحل الزمان، هتموت وبعد كده ستفنى حتى لو قعدت في زمان الروح شويه. انما اذا قمت بجسم صور روح الموجب حق، انت بتتولد ولاده ازليه ابديه اذا اكملتها، وتخش في الزمان الابدي. عشان كده الرب يسوع يقول لهم فاهم قبل ان يكون ابراهيم انا كان. ايوه الاب مجدني عند ذاتك بالمجد الذي كان لي عندك قبل قبل العالم. بيتكلم على الزمان الازلي الابدي، على وجود الالهي وجسم الصور. فانت كده كمان لو انت اكتمل فيك جسم الصور روح بالفهم تفهم كويس وتمبين، هتبقى تطلع من الزمان المادي. من امن بيه انتقل الموت الى الحياه. مش هتخش في الماضي والحاضر زي الاول. ربنا عارف انت موجود دلوقتي وجبت عيالك وعيالك هتجيب عيال عيالك وعيال عيالك هتجيب عيال اجيال ودور ودور ورا بعض. انما كله ماشي اذا فضل زي ما هو جاي من المستقبل ورايح للماضي. فيبقى وجود ايه؟ بطل. لانه سيفنى بالجسم الصور الروحي بقى اجسام صوريه مرضيه من الله. يفنى. هتخش في الزمان الازل الابدي. انت جاي منين؟ من الماضي. الحاضر المستقبل كله زمن واحد. الزمن الروحي الازل الابدي. فنيجي هنا العلم الروحي، والعلم الروحي اللي هو فكر الله ورات الله الحق الذي ينظم عمل وجود الصور الروحي الحق، ليس علما زمنيا ارضيا ماديا، بل الله روح. الروح الحق ينبغي ان تسود له. الرب يسوع المسيح بيعرف الله مين هو في انجيل يوحنا. ولا يعني العلم الروحي، بنتكلم عن العلم الروحي
بطاقات وقدرات ماديه ووجود صور مادي واحداث ماديه ووحدات ماديه. ده علم روح، لان بطاقات روحيه ووحدات روحيه حاجات تانيه، قوانين روحيه. ولا تحكم وجوده وعمله واحداثه قوانين ماديه، بل هو علم يعمل بالزمان الروحي الازلي الابدي وبطاقات روحيه لا محدوده وبالفكر والاراده الالهيه الروحيه المطلقه. لذلك ايه معنى العلم الروحي؟ يعلو ويسمو ويرتفع على الزمان المادي والحياه الجسديه والفكر والاراده الانسانيه. ولهذا يكون ايه ما دام كده علم؟ يكون كل شيء عنده ايه؟ مستطاع. قوانين ثانيه. اذ هو الزمان الروحي الالهي الابدي. مرقس 10:27 فنظر اليهم يسوع وقال عند الناس غير مستطاع، ولكن ليس عند الله، لان كل شيء مستطاع عند الله. ما بيخضعش للقوانين الارضيه. ملوش دخل. ده العلم الروحي اذا عرفت الكيمة. في بقى غير العلم في المنطق الروحي الحق. المنطق الروحي الحق هو الفهم. عشان يبقى عندك منطق روحي حق. هو الفهم بطبيعة الوجود الصوري المادي الباطن. وطبيعة الوجود الصوري الروحي الحق. وطبيعة الوجود الصوري الروحي الباطن. عندك المنطق تميز. دي قوانين مادية، الوجود المادي. دي قوانين روحية، وجود روحي حق، وفي وجود روحي باطن. أي هو الفهم، ده المنطق الروحي. بوجود الحق ووجود الإيه؟ الباطن. ومتى اكتمل كمل فهم الإنسان للوجود الحق والوجود الباطن، بدأ الفهم عند المنطق الروحي ده، فهو يعمل لأن يكون وجوده الروحي وجودا حقا. وبذلك يكون لها حياة أبدية في ملكوت الله. أي في ملكوت الوجود الصوري الروحي الإلهي الحق. والله خلق الوجود الصوري المادي الحي الوجود الإنساني في وجود متجدد ومتغير وزائل. هو عمله كده جد غير وزائل. هذه الحركة المستمرة من التجديد والتغير والزوال هي طبيعة الوجود الصوري المادي الحي، الوجود الإنساني يعني، أو أي وجود مادي حي. لذلك الوجود المادي الحي ما دام في تغير وتجدد وزوال يبقى هو إيه؟ وجود غير حقيقي. أي هو وجود باطل له صورة الوجود الروحي الحق من دون قوته وزواته، يعني من دون دوامه. صورة بس. لذلك لا يثبت ويلزم أن يبطل ويتجدد، يفضل مسلم. يبطل ويتجدد. وفي فنائه وزواله وتجدده تستمر صورته الباطلة. يصير مرآة وانعكاس للوجود الروحي الحق اللي هو كون الروح. الذي لا يتغير ولا يفنى ولا يقتل ولا يزول، إذ هو ثابت. وذلك لأن وجوده حق الذي هو وجود الله. هنا مهم أوي إن أنت لازم تفهم الكون الحقيقي هو الكون الروحي اللي هو الله. الكون الروحي فيها سماءه وفيها هويته، علاءه وهويته. الكون الروحي رهيب. هذا الكون الروحي عشان يفهموا لك الله عامة أو يبقى فيه، ده أنا أراه روح. لما خلق وجود صوري روحي عمل وجود صوري مادي تاني. هذا الوجود الصور المادي عارفه ان هو باطل. فاصبح يعمله ازاي؟ خلقه ازاي؟ مش هخلق. انعكاس صوري باطل لوجود الروح الحق. انت موجود حق، اوكي؟ بديك مثلا.
تبص في المرآة مش بيظهر شكلك بالظبط؟ اللي انت شفته ده انعكاس لشغلك. انت بقى وجودك الحقيقي هو انت. فكل الوجود الصوري المادي يكون الصوري المادي انعكاس صور مادي لوجود صور الروح الحق اللي هو الكون الروحي الحق. فهو اتوجد هذا الوجود لان اصلا مش موجود. ليه مش موجود؟ مين اللي بيقول لك ان هو موجود؟ هو انعكاس صوري. شال الانعكاس دي شال المرايه اللي بتعكس راح. يفضل وجود الله الحق اللي هو وجود الكون الروحي اللي هو الوجود الحقيقي. ليه بيعمل الحكايه دي؟ ايه اللي حصل؟ انت اتوجدت في العالم لقدرة الله طبعا يعني وجود صوري انعكاسي باطل لوجود صوري حق. مش داعي مش موجود. انت بتعرف ان الوجود الصوري المادي اللي انت عارفه ده بتعرفه بايه؟ بالفكر وحواسك الخمس. كل مخلوق مادي حي يفهمه بطريقه خاصه. الحيوان طائر الكلام ده كله والسمك والحشرات كلها حية وليها قرون استشعار وتفهمه بطريقة تانية وتشوف صورة تانية بروجرامينج كله مع بعض من النتورك السمعي من انعكاس الصورة الموجودة كله يدركه بطريقة معينة بالصورة اللي هو شايفها. فأصبح حاجات دي موجودة لأنها بقية كلها بروجرامينج في العقول والحاجات المخلوقه اللي هي مش ثابته يا للاسف بتموت زمن بسيط قوي. اقصى حاجه الانسان 120 سنه اذا قعد. كل الحشرات والمخلوقات دي تموت كله يموت سمك وغيره يجي صور متجدده عشان تفضل الصوره الانعكاسيه لوجود الصوري الروحي الحق اللي هو الكون الروحي قائمه وليها صوره. تنسبب كلها في بروجرام. كل هذا عشان خلق الانسان على مثاله في ثلاثه مجالات وعاوز يجيبهم. انما طبعا قال له من جميع شجر كانت تاكل اكل من شجر معرفه الشر لا تاكل منها فاكل منها يوم تاكل منها الموت تموت تبقى الله. فنازل في العالم عمل له الوجود الانعكاسي ده وبيقول له ده وجود باطل. وجه الرب يسوع المسيح ولد في العالم يقول له ده مش موجود. خلي بالك ده موت كله باطل. أنا عاوزك فوق الكون الروحي ده اللي بنكلمك عليه الكون. فده كله انعكاس صوري مرآة يعني تعكس الوجود الصوري الحق في وجود صوري باطل بروجرامي مع جميع المخلوقات الحية فتدركه. فأنت تقول أنا فارق كون روحي إيه وبتاع أنا شايفه شايف حاجة. طب يا أنت اللي شايفه وليك بالحواسك الخمسة وفكرة حطاط صور يبقى انت عايش في وجود باطل. كله عايش في حلم جامع في حلم جامع مع بعضه بروجرامينج يفكر مع بعض. الناس نيامه اذا ماتوا صح يدرك بقى ان هو كان عايش في باطل. ده الرب يسوع بيقول لك كل القصه عشان جاي يخلصك خلاص روح حقيقه مش اي كلام مش على فيك وعلم كل شيء. فهذا العلم الروح المسيحي الحق والمنطق والروح الحق. ومتى فهم وادرك المؤمن المسيحي الحق هذا الفهم الروحي الذي يكمل فيه بكمال جسمه الصوري الروحي الموجب المولود به من الله الاب اللي هو ذات الالهيه بابن الله صوره الالهيه روح الله هو الروح القدس. متى كمل فهم الروحي في المؤمن المسيحي فهو يتيقن بأن وجود الجسد المادي وجودا باطلا. ده كلام فارغ اللي انا بعمله ده لنفسي. مش قيمة. وأن حياة العالم المادي حياة باطلة. أنا قاعد في بروجرام رايح منه. وأن مجد العالم المادي مجدا زائلا ولا قيمة له. لا إذا كان الجسد اللي اقتنى الحاجات ده هيموت. النفس دي هتموت. فايه عملت ايه؟ يا غبي من اعددت هذا؟ اليوم تؤمن منك نفسك.
يا غبي يا غبي ما عندكش فهم. كما يفهم ويدرك سلطان الشيطان، أي وجود الروح السالب الباطل، في وجود روحي باطل بقى، مش كل وجود الروح حق. الذي يسلب وجود الصور الروحي ليصير وجودا روحيا باطلا وينزل عنه، ده عذاب روحي قبل موت روحي قبل. لذلك يجاهد المؤمن المسيحي الحقيقي في محاربته للخطية ولسلطان الشيطان. ده المسيح بيقول له خلي بالك الشيطان سمعان سمعان، هو ذا الشيطان طلبكم لغربكم حين طلبت إيمان، طلبتم من أجلكم إمكانيات الإيمان، ومتى ثبت رجعت ثبت إخواتكم. كلمه يعني فاكت، شيطان موجود وعاوزه، عايز يجيبهم تحت، مين اللي يخطفه؟ ينزل تحت ولا يعمل ايه؟ لذلك جاء المؤمن المسيحي الحقيقي في محاربته الخطيه ولسلطان الشيطان في قوه جذبه الماديه والروحيه السالبه، حتى لا يسلب الشيطان جسم المسيح الصوري والروحي الموجود به المؤمن المسيحي من الله، بل ينمو ويكتمل ويثمر جسم المسيح الحق فيه، ليحيا به حياه ابديه في ملكوت الله. متى 13:11-16 رب يسوع بيقول لهم فاجاب وقال لهم قد اعطى لكم ان تعرفوا اسرار ملكوت السماء. ده العلم الروحي، هديكم الموهبه تعرف اسرار ملكوت عشان يثبتوا يفهموا الكلام اللي بكلمه لك دلوقتي، بياخدوا هو بطريقه ثانيه لان فيها عطيه ثانيه. واما لؤاليك فلم يعطى فان من له سيعطى وزاد، واما من ليس فالذي عنده سيؤخذ منه. من اجل هذا اكلمهم بامثال. ناس ثانيه مش عاوزه تقبل كلمه الحق والفهم الحق، وماسكه في الحاجات اللي هي فيها، ماسكين في الوجود الباطل اللي هم ماسكين فيه، مش عاوزين الحق ابدا ولا يفهموا. ده كل بقى انطبق على التدين السالب العقيم. ليه بيقول لهم؟ لانهم مبصرين ولا يبصرون. وسامعين ولا يسمعون ولا يفهمون، اهم حاجه مش قادر يفهم. قد تمت فيهم نبوءة إشعياء القائلة تسمعون سمعا ولا تفهمون، وتبصرون مبصرين تبصرون ولا تنظرون. ليه؟ لأن قلب هذا الشخص مركز الروح الوجداني قد غلظ، وآذانهم قد صقل سماعهم، وغمضوا بعيونهم لئلا يبصروا. مش عايزين، عاوزين مد الباطل، عاوزين وجود الباطل الصور المادي اللي هم فيه ده في مكاسب، مش قادر يفهم انه هيسيبه فهيفهم يبقى جزء منه، مش قادر يعمل جسم صور الروح يبقى ماسك. بغض النظر دخل الكنيسه وقرأت كلام تصلب ديني بغيض وعقيم، تعليم كله اي كلام عقيم، حكم الروح بقى بعيدها تاني. لئلا يبصروا بعيونهم ويسمعوا باذانهم ويفهموا بقلوبهم ويرجعوا فاشفيهم، ولكن طوبى لعيونكم لانها تبصر ولاذانكم لانها تسمع. اوكي وان سكند بليز. هننتقل للنقطة اللي بعديها. كل الكلام ده العلم الروحي والمنطق الروحي كل غاية ايه؟ تعمل جسم صغير روحي ممجد. هنشوف ايه هو جسم الصور الروحي الممجد. المؤمن المسيح الحق المولود بجسم صور روحي الممجد حق من الله الاب ذات الالهيه بصوره الله اللي هو ابن الله رب يسوع المسيح الروح القدس روح الله. هذا المؤمن المسيح الحق يعمل بجسمه، ولما عنده جسم صور روحي، جسم صور روحي زي الجسد المادي، في عقل روحي، في بصر روحي، في سمع روحي، في حس روحي، في تمييز روحي، في كل حاجات، في حركه روحيه بتتحرك. فهو بيعمل بجسم الصور الروحي، يعمل به اعمال ايه؟ حق روحيه موجبه حق، لا تخضع المنطق المادي
بتحولاته المادية ومقدماته ونتائجه وأسبابه في قوانين الاستدلال والاستنتاج والعلة والمعلول والسبب والمسبب والحكم بالصدق وبالكذب والصواب والخطأ وكافة المقاييس المنطقية المادية لتقييم الأحداث وتقييم النتائج. زمان رب يسوع لما جه ماشي على المية في الأزيع الثالث موج هاي كله وريح جامد شافوه ظنوه راح ماشي هو بقوانين روحية بلو اعترف قال له تعالى قال له إذا كنت أنت صحيح قول لي أجيلك. فنزل مشي على المية عشان يروح هنا قوانين المادية كلها في العمل الروحي مش موجودة. لا هو المسيح يقدر يمشي على المية ولا بطرس يقدر ينزل يمشي على المية. كله ماشي بطاقات روحية بالإيمان اللي هو العلم الروحي. بدي طاقات روحية وقدرات روحية. قوانين تانية. لأنه ماشي بحاجات تانية. قوانين المادية ما تحكموش. أول الميت العضل هلم خارجا يقوم الميت. دي علم روحي. طاقات روحية. قوانين روحية بيفهمها بيعرفها. بيعملها صح. ده المطلوب. هذه الآيات تتبع المؤمنين كذا 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 يقولون الشياطين وما إلى ذلك ما بتتمش لأن ما فيش علم روح المسيح حق يعني ما فيش إيمان تدين عقيم لا ينتج في العمل. فهنا ذلك أن الأعمال الروحية المعمولة بالجسم الصور المنبع الحب معمولة إيه؟ بطاقات روحية وقدرات روحية ووحدات روحية ملائكة وقديسة أرواح مخلصة من برا وفكر روحي وحس روحي ليها قوانين تانية كلها حاجات روحية ووحدات روحية وأجسام صورية روحية. ولذلك تبدو أعمالا غير طبيعية. إزاي المسيح يمشي على المية؟ إزاي بطرس يمشي على المية؟ إزاي يقاوم العذر من الموت؟ إزاي يشفي يفتح عين العميان وما إلى ذلك؟ حاجات مش طبيعية. مش طبيعية لأن ماشية بقوانين روحية مش طبيعية بالنسبة لوجود الإنسان. لذلك تبدو أعمالا غير طبيعية بالقياس بالمنطق المادي أي منطق العقل المادي الطبيعي. ولذلك تظهر الأعمال الروحية عجيبة في حكم منطق العقل المادي الإنساني في حين أنها طبيعية في منطق العقل الإلهي الإله روح الإله. وذلك لأن غير مصطفى عند الناس مصطفى عند الله. عند الله وحدات روحية شايف الحاجات دي طبيعية زي ما أنت مش شايفها كده بتعمل حاجاتك. أنت شايفها غير طبيعية لأنك أنت ماشي بقوانين تانية أوي ما يقدرش يخلي القوانين اللي فوق تمشي على القوانين اللي تحت. أجي أنا واخد بالي أوي إن أنا لو زقيت دي ما تقعش تعاندني في حين إنها لازم تتحرك. قوانين تحكم الأحداث. تاني عنده قوانين روحية تانية فبيعمل حاجات تانية تنطبقش عليها قوانين مادية فتبقى غير طبيعية. عنده هو طبيعية في العالم الروحي. والمؤمن المسيح الحق الذي به جسم صور روحي موجب حق يعمل به الأعمال الروحية الممجدة وموجب علم روحي حق له قوانين روحية وطاقات روحية ومسببات روحية ونتائج روحية ومنطق روحي إلهي حق. إذا اكتمل عنده العلم الروحي المنطق الروحي هيفهم الأمور دي والحاجات عنده تبقى طبيعية يقدر يعملها. وتعينه في ذلك القوات الروحية الموجبة من الملائكة والقديسين والأرواح المخلصة المباركة. ولذلك تعلو وتفوق وتسمو هذه الأعمال في طبيعتها الروحية الموجبة الحق على كل نوعيات الأعمال المادية. أعمال غريبة. وذلك لأن الطاقات الروحية الموجبة الحق تعلو وترتفع على كل الطاقات والقدرات الإنسانية المادية وتسود على الطاقات والقدرات الروحية السالبة. لذلك العمل الروحي الموجب الحق يلزم أن ينجح ويسود ويعلو ويتمجد إذ هو عمل علوي موجب حق. طاقات الشحن الروحي الموجب لهو سبائك كل الروحي فوق خالص عالية عند الله تحتيها كل المادة وبعدين تحتيها هوية الكون الروحي. زي ما قلنا الكون المادي ده انعكاس صورة باطل
فانت لو خد تحت هوية القدر الروحي في جحيم، هوية شياطين ارواح نفس ارواح شريرة بتطلع العالم، لان هي باطل وبتطلع العالم الصور او الباطل هو انعكاس رب. شيل الانعكاس رابط الانعكاسية دي روح الكون كله، ما انت مش موجود، فمش حكاية عنه. انما هو بخلو لك عشان انت تبقى تعرف. فوات هابن ان انت اي شحن طاقة روحي ممكن تجيبه من فوق وينمو فيك في جسم صور روحي ممكن ينتمي الى من فوق. هذا قدرات بتاع جسمك الصور الروحي عشان واخد الشحن الروحي ممكن تعلو وتسمو على اي طاقات تانية مادية وروحية سليمة فوق. فلذلك اعمالك تسمو ترتفع وتتمكن على طول وتنمو، لان عندك المنطق روح المسيح والعلم روح المسيح اللي عاوزين نكبره يعني. 1 كورنثوس 2:12-14 نحن لم ناخذ روح العالم، دي له فكره عالم، بل الروح الذي من الله لنعرف الاشياء الموهوبه لنا من الله التي نتكلم بها لا باقوال تعلمها حكمه انسانيه، مش علم انسان، بل ما يعلم الروح القدس حكمة روحية. قارين الروحيات بروحيات. قوانين الروحية بتقارن الروحيات بالروحيات، قوانين المادية بتقارن الماديات بالماديات، ده حاجة وده حاجة. ولكن الإنسان الطبيعي اللي هو إحنا لا يقبل ما لروح الله، بيبقى عديد قدام حاجات. لأن عنده جهالة ولا يقدر أن يعرفه، لأنما إنما يحكم فيه روحي. عشان تحكم فيه روحي وتعرف قيمته لازم يكون عندك جسم صوري روحي موجب مكتمل موجود به من الله بصورة الله وروح الله ومكتمل في عقل الروح وحس الروحي وبصر الروح وسمع الروح وحركة الروحية. تفهم القوانين من غير عقل، لو انت عقلك المادي مفيش عقل مش هتفهم القوانين المادية. فهنا نستمسك. عشان كده يوحنا قصدي انجيل يوحنا 14:11-14 ده رب يسوع بيقول بيعمل حاجات دي غريبة قدامه. فقال له سمبل، أنا بعرف الحاجات دي. سو سمبل، صدقوني أني في الآب والآب في، أنا في الآب والآب في، أنا جاي من فوق. بعمل بالعلم الروحي والمنطق الروحي والطاقات الروحية، لأن أنا جاي من فوق. وكذلك أنت لو اتولدت من الله وأكملت جسمك الصورة الروحية الموجة هتعمل من فوق حاجات طاقات روحية تجيلك، وحاجات روحية تتعامل مع سماء الكون الروحي. تطلع بقى من الكون، انت في الباطن في الانعكاس الصور المادي الباطن الوجود الروحي الحق اللي هو كل الصور الروحي. صدقوني اني في الاب والاب فيا، مش فاهمين الكلام ليه؟ والا فصدقوني سبب الاعمال نفسها، هعمل لكم ايه تاني؟ انا في الاب والاب فيا، مش مصدقين الكلام. اوكي، والا صدقوني سبب الاعمال نفسها، الحق الحق كمان اقول لكم، من يؤمن بي، يعني يؤمن بي يتولد باسم صور روحي موجب ويكتمل جسم صور روحي موجب ويتعامل بالطاقه الروحيه والقوانين الروحيه ويبقى عنده علم روحي موجب حق وعنده منطق روحي حق اللي احنا بنقوله لك دلوقتي لسه ما اكتملناش احنا في البدايه. والاعمال التي نعملها يعملها هو ايضا ما دام فهم العلم الروحي والحاجات دي كلها والمنطق الروحي هيعمل اعمال ويعمل اعظم منه كمان، هيفضل يتدرب ويعمل كل ما يجيب طاقات روحيه خلاص. لاني ماضي الى ابي، انا طالع فوق سماك كل روحي، انا اللي بدي الطاقات الروحيه كلها، انا فوق. وماذا سالتم باسمي فذلك افعله. سالتم باسمي عاوزين اعمل كده، مش دجل باسم الرب يسوع اقول لك كذا، ده دجل. سالتم باسمي وانا فوق هبعت لك على طول بالملائكه والحاجات دي وحاجات روحيه وطاقات روحيه وهفهمك قبل تستعملهم ازاي. لان العلم المادي لما عمل ايفون وعمل الحاجات دي واديتها لواحد مش فاهم انا عارف يعمل بيها حاجه، فلازم يفهم قبل يستعملها ازاي. دي قوانين وحاجات. ومهما سألتم باسمي فذلك أفعله ليتمجد الأب بالابن. إن سألت شيئا باسمي فإني أفعله. ما بيتمش الحاجات دي، لا في علم روحي ولا في فهم روحي
ولا في منطق روحي ولا في طاقات روحيه تجيبها من فوق في الكنائس ولا حاجه ابدا. كل دول قربان وبتاع والكلام ده كله مطران، صوم وصلوا وبتاع ومطانيه ومطانيه الكلام طول النهار وصوم الناس وبتاع، مفيش. كله تقليدي نصب عقيد عقل ربان. هكذا يكون الراحل معمول اللي هو ثلاثة مبلوك خاصة أنفسنا من قطة الله عشان يجيب الطاقات الروحية ويعمل أعمال روحية، مش عشان يبقى كنيسة لا صنع. المطلوب عمل وعلم، علم وعمل. فأنا بشرحها بالتدريج، إيه هو المنطق الروحي، إيه هو العلم الروحي، إيه المسيح بيعمل إيه، إيه الحكاية كلها. ما جاتش ما فيش حاجة، فيش صبر. أوكي. بعد ذلك جينا بعد العلم والعمل والجسم الممجد اللي هو هيعمل الحاجات دي، عايزين نفهم ايه هو العمل الروحي. ايه هو العمل الروحي؟ العمل الروحي هو عمل طاقي صوري روحي. عمل روحي، في عمل مادي انت عارف، تروح تشتغل شويه تعمل حاجه تعمل حاجه معروفه، مقيد بزمان ومكان، رايت؟ ولنتيجه. العمل الروحي هو عمل طاقي صوري روحي غير مقيد بزمان ولا مكان، روحي ولا ابعاد ماديه ولا يخضع لقوانين ماديه ولا يحدث بطاقات ماديه، بل هو عمل مشكل بالطاقات والقدرات والقوانين الروحيه بالوجود الروحي وباجسام صوريه موجب حق. ده العمل الروحي. بتعمله ملائكة وقديسين وانت معاهم بجسمك الصوري، طلعت انت بجسمك الصوري الروحي في كل الصور الروحي. وعندك جسم صوري روحي وعندك عقل روحي، هتفهم الامور دي كلها. هذا العمل الروحي صوري روحي غير مقيد بزمان ولا مكان ولا ابعاد ماديه ولا يخضع لقوانين ماديه ولا يخضع بطاقات ماديه، بل هو عمل مشكل بالطاقات والقدرات والقوانين الروحيه في الوجود الروحي وباجسام صوريه روحيه. اوكي. هذا العمل الروحي يحدث تاثيرا نسبيا. فده عمل روحي وانت هتعمله بيحدث تاثير نسبيا للاحداث الماديه والوجود المادي والاجسام الصوريه الماديه والوقائع الزمنيه والمكانيه الماديه. لذلك لان الوجود الصوري المادي يتاثر بالاحداث الروحيه والاعمال الروحيه وبالوجود الصوري الروحي وبالاجسام الصوريه الروحيه، كتاثر الجسم المادي جسمك بالمجال الروحي بتاعك في الانسان والمجال النفسي فيه. الاثنين موجودين بياثروا ببعض، مش مفصولين. خليك معايا. زي ما قلنا لك ان الوجود الصور المادي انعكاس الوجود الروحي الصور الروحي الحقيقي، انعكاس مادي باطن. خليك معايا. فوات هابن ان انت لما تيجي انت تعمل في الوجود الصوري احداث تحدث في الانعكاس، ليها انعكاسها. قامت خناقه فوق واضطراب بين القوات الصوريه الروحيه، ملائكه رئيس الملائكه المخيل والشياطين تحت عشان بيطلعوا بيضربوهم ينزلوا تحت الوجود لعالم الطرد، يحدث احداث. هكذا يكون الاثنين بيأثروا ببعض. ده هتقف انت انعكاس لوجودك، تعمل كده يظهر قدامه كده، تضحك تضحك، تعيط يظهر صورتك بتعيط. فأي احداث الاثنين داخلين في بعض، الاصل اللي هو الوجود الحق في الصور الروحي والصوره الانعكاسيه لوجود الصور الباطل بيأثروا ببعض. بيأثروا ببعض باستمرار. فهنا اي ان الوجود المادي في احداث وتغيرات يؤثر على الوجود الروحي، يشكل احداث وتغيرات وتأثيرات روحيه تنعكس اثرها على الوجود المادي، والوجود الروحي يشكل احداث روحيه
وأعمال روحية تؤثر على نوعية الأحداث في وجود الصور الإنساني والمادي في العالم. كتر الشر في العالم. يعني الوجود الصوري أو باطل من نوعية روحية عبيطة يسلب عقول الناس وأجسادهم زي ما أنت شايف أحداث تضطرب العالم وتقوم بحروب حرب عالمية أولى وثانية وثالثة والدنيا يغزو الفساد والحاجات دي موجودة. فلا بيحصل في الوجود الصوري المادي اللي هو موجود بينعكس من الوجود الصوري يعني شايف الوجود الصوري يعني ده أنا اللي عامل الصورة بس مديله إرادة فبص تلاقي يجي أثر من فوق يغير الحاجة دي أو يبطلها أو يسيبها أو ما إلى ذلك فالاثنين بيأثروا في بعض. والعمل الروحي قد يكون عمل روحيا موجبا مشكلا بالطاقات والقوى والوحدات الروحية الموجبة وبالأجسام الصورية الروحية الموجبة وهذه أعمال الحق اللي هي أعمال الله. وقد يكون عمل روحيا سليما مشكلا بالطاقات والقوى والوحدات الروحية السليمة وبالأجسام الصورية السليمة اللي هي الشياطين الروح نجسة الأرواح الشريرة وهذه أعمال الباطل الروحية اللي هي أعمال الشيطان. وأنت بتستقبل الدين موجودين في العالم. والعمل الروحي الموجب الذي هو عمل الحق يلزم ان يمجد ان عملت العمل الموجب الحق الروحي الموجب لازم ان يمجد فاعله ويعطيه السلام والنصره والنجاه والنجاح ويلزم ان يسود على اي عمل سالب مادي او روحي زي ما قلت لك جاي من فوق علم الذي هو عمل الباطل المادي والباطل الروحي والعمل السالب زي ما بيقول لك لازم يديك اذا كان عمل موجب روحي مجد وكرامة مع السلامة على كل نفس إنسان تفعل الصلاح. العمل السالب الذي هو عمل باطل يؤذي ويضر فاعله ويرتد عليه بقدراته السالبة وماهياته الباطلة ليصير وجود فاعله باطلا وتكون نهايته العطب والإيه؟ والهلاك. سخط وغضب ديك وشدة على كل نفس إنسان تفعل الشر. وزي ما بقول لك ذهبوا وراء الباطل فصاروا إيه؟ باطلا زيه. والله إله الحق ينصر ويمجد من يعمل أعمال الحق إذ هو من يعمل أعمال الحق يعمل لحساب الله العلي القدير القادر على كل شيء ويلزم أن ينال فعل الحق ورده من إله الحق وهي المجد والكرامة والسلام مجد وكرامة والسلام كل من يفعل صلاح كما أن الله إله الحق يسحق ويضرب من يعمل أعمال الباطل إذ من هو يعمل عمل الباطل فهو يعادي الله إله الحق ويحاربه إذ هو يعمل أعمال الباطل لحساب الشيطان إله الباطل لو مش إله لكن هو رئيس كل أعمال الباطل الذي هو الباطل الكلي في ذاته الشريف فكر وإرادة الباطل وصورته إبليس صورته عمل الباطل وروح الروح النجس روح دائم الباطل ولذلك تحاربه قوات الله العلي القدير اي القوات الروحيه الموجبه الملائكه والقدسين والارواح المخلصه المباركه وتضربوا ضربات دينونه الحق فيهلك باسمه كما انه ينال اجراته من الشيطان اذ هو يعمل لحسابه اي لحساب الباطل فيكون وجوده باطلا اي ان اجرته من عمله اعمال باطل هي اجره الموت الروحي الابدي في الهويه الروحيه أي الوجود الروحي السالب الأبدي ككائن روحي سالب في عذاب روحي أبدي وموت روحي أبدي، أوكي؟ هنا مثلا عشان أوريك إن في قوتين موجودين يعني وفي جزاء وفي حاجات. مزامير 103 19 22 الرب في السماوات اللي هو سماء الكون الروحي علاء الكون الروحي ثبت كرسي ومملكته على كل تسويق. باركوا الرب يا ملائكته المقتدرين قوة. قوة الفاعلين أمروا عند سماع صوت كلامه. باركوا الرب يا جميع جنوده خدامه العاملين مرضاه. باركوا الرب يا جميع أعماله في كل بواضع سلطانه. باركي يا نفسي الله. واتنين كرونس 2:11 عشان يقول لك إن الشيطان ليه فكر بيسلب عقول الناس. لا يطمع فينا الشيطان لأننا نجهل أفكار ليه فكر. متى 25:41 ده العقاب بقى الرب يسوع بيقول اذهبوا عني يا ملايين الى النار الابديه المعده لابليس وملائكته فيمضوا هؤلاء الى عذاب ابدي والابرار الى حياه ابديه.
اوكي. للضمان التعامل الروحي ايه هو؟ الفرز الروحي، فحص الصوري، الاعلان الروحي، القياس الروحي، والغفران الروحي اللي هو مغفرة الخطايا. اوكي، التعامل الروحي، المؤمن الحصر، مسيح الحق، مولود من الله بجسم صوري روحي موجب حق من اقنوم صورة الله ابن الله رب يسوع المسيح، ومن اقنوم روح الله اللي هو روح القدس روح الله. روح الحق. ويتعامل المؤمن المسيحي مع القوى الروحية والوحدات الروحية والطاقات الروحية بجسم الصور الروحي الموجب الذي يشكل القدرات الروحية والتي تخرج من مجال الجسد في أعمال الحق اللي هي أعمال الله، أعمال نوعيات الأعمال كتيرة أوي، رحمة وعفو وعدل ومحبة وشفاء وآيات وحاجات. والتعامل الروحي مع الوحدات الروحية الموجبة أي القوى الروحية من الملائكة والقدسين والأرواح المخلصة العاملة يتطلب اجتماع صحة وفاعلية الجسم الصوري الروحي عشان تتعامل لازم تكون زيهم، يكون كامل أو يعني كويس. وخلو المجال الطاقي الإنساني من أي نوعية من الشح السام الشرير الذي هو الظلمة الروحية عشان تتعامل ده مقومات التعامل. إذ في استقبال المجال الطاقي الإنساني أي المجال الطاقي الجسدي والنفسي والروحي لنوعيات الشحن السالب الشرير وتشكيل قدرات سالبة شريرة في المجال الطاقي الجسدي والنفسي والروحي وخروجها في أعمال الخطايا وشو ونجاسات، لذلك ترتد الصور الروحية للأعمال السالبة بتظلم المجال الطاقي الإنساني بظلمة روحية سالبة وتجعله يحجب نفاذ الشحن الروحي الموجب إلى الجسم الصوري الروحي، وبذلك يصير الجسم الصوري عاجزا عن تشكيل القدرات الروحية الموجبة ويصير غير فعالا وغير كاملا وضعيا. مفهوم؟ أوكي. والبار يتقوى جسمه ويحيا جسم الصوري الروحي الموجب باستمرار تشكيل القدرات الروحيه الموجبه اي اعمال البر والحق والرحمه وما الى ذلك اللي هي البر بالايمان يحيا، كل ما جاء غير الايمان في جسم الصوري الروحي يحيا جسم الصوري ينشط بفعل الاعمال الروحيه، وبذلك يسري في طيار الايمان والذي يخرج منه في نوعيات اعمال الحق، وفي هذا يكمل ويقوى ويصير فعالا في الايمان والاعمال. عشان تفهم الايمان يعني ايه وتيار الايمان يعني ايه. تيار الايمان ده تيار عباره عن ايه؟ كما ان التيار الكهربي، تيار الكهربي عباره عن ايه؟ انا عايز اقول سيل تتحرك فيه الالكترونات، تمشي الالكترونات ورا بعضيها تعمل التيار الكهربي. التيار الكهربي عباره عن تدفق او سريان الالكترونات تمشي حاجة بسلك أو تمشي بالطريقة الجديدة دلوقتي مثلا حاجة الإلكترون نقط يروح الحاجة ماشية بعد كده لازم تمشي بسلك. الثانية طبعا أقوى لأن طبعا ديك مثال إزاي تجيلك بإيمان. هذا يكون اللي هو الإيمان، هكذا يكون الإيمان هو تدفق وسريان
طيار من الشحنات الروحية الموجبة النوعية من مراكز الشحن الروحية الموجبة في السماويات اللي هو سماء الكون اللي هو علاء الكون تيجي ده يجي لك تيار شحنات روحية موجبة نوعية من فوق ريالك يعني كويس ان هو معمل اللي هو ما فيش سلك دلوقتي مفيش على حاجة ريموت كنترول بتنط في الحمال فهي كمان بتجي لك مسافات رهيبة جدا بشرط ان يكون جسمك الصور الروح الموجب كامل والا مش هتشتغل فيه تخش وجسمك الصور مجال الطاقه الانساني خارجه من الشحن السالب عشان ما تعوقش الحاجه ما توصلش مثلا ريموت كنترول في حاجه قدام وما يشتغلش يحكم والبار يتقوى يحكم جسم الصور الروحي الموجب باستمرار تشكيل القدرات الروحيه الموجبه الى اعمال البر والحق وبذلك يسري فيه تيار الايمان والذي يخرج منه في نوعيات الاعمال الحق وفي هذا يكمل ويقوى ويصير فعالا في الايمان والاعمال كما ان القوى الروحيه المقدسه المجرعة من الملائكه والقدسين والارواح المخلصه المباركه لا تتعامل مع المجال الطاقي الانساني المظلم في الشحنه الروحيه اي المستقبل للشحن السالب الشرير والفاعل الخطير والنكسان وبذلك تعين ولا لا تعين ولا تنجي البار اذا اخطا وتعثر وسقط وفعل المعاصي. اوكي؟ حسقيال 23-13 ان قلت للبار حياته انتهت فاتكل هو على بره واثم فبره كله لا يذكر عليه بل باسمه الذي فعله يموت مش حال بقى باسم الصور الروحي اذا فعل خطايا تدرس ما يجيبوش حاجه ابدا مش هياخد معاه لانه ساب البر لذلك يلزم للتعامل الروح الحق ان يحفظ المؤمن المسيحي جسم الصور الروحي الموجب قويا في الشحنه الروحيه الموجبه ده جسم صور روحي وقويا في طاقته الصورية الموجبة عشان جسم صور الروح ومرتبطا بالقوى الروحية المقدسة ومتصلا بمراكز الشحن الروحي الموجب المقدس في السماويات في الكنائس الروحية السماوية في علاقة الروحي وأن يمتنع ويتحفظ من استقبال أي نوعين من الشحن السالب الشرير في الشهوات الرديئة الظاهرة والخفية والتي هي شهوات الجنس وشهوات محبة المال وتعظم المعيشة ومجد العالم والطمع والغنى والكبرياء والغرور والتسلط السالب والغضب والانتقام ومخالطة الأشرار والزنا والخطاة والكذبة وغير المؤمنين يعني كل الحاجات دي نوعيات من الشحن السالب استقبلها هاويه في كل روح. يعني مثلا ما تقولش انا راجل بار وطاق وبتاع وبتاع وعندك تعظم معيشه. ما تسميش ما عادش حاجه. ما تقولش انا راجل بقى يعني ربنا اكرمني وكرمني وبجمع الفلوس والحاجات الحلوه قوي. ما تسميش ولا بعمل حاجه وحشه. دي نوعيات. ان عليا قوي التعظم المعيشي لك والطمع. في قدراته السالبة نوعياته يبقى مساوي ايه؟ يوصل للتجريف والزنا والألعب والقتل انما هي تنظيم عنصرك الانسان يعني النوعية دي بس في واحد تاني يزنب انا راجل بدي حسنات وبعمل حاجات والحسنات تشيل سيئات بالعكس بعد ما يزنب يبتدي يسرق ويبتدي يقتل ويبتدي يكذب ورا بعض. فهكذا هي نوعيات من الشحن السالب النوع اللي يجيبه من تحت. كذلك اللي يفعل البر واعمال الحق حسب قدراته وطاقاته ونوعيته. يجيب شحنات روحيه موجبه من فوق وزنات روحيه ويعمل بيها نوعيه معينه وينتقل لاخرى وهكذا. فيعلى مكتبته في المكتب. لذلك يلزم للتعامل الروحي الحق ان يحفظ المؤمن المسيحي جسمه الصور الروحي
الموجة قوية في الشحنة الروحية المجابة. اوكي ذلك ان في هذه الامور جميعا اللي احنا قلنا ان هو ممكن محبة المال وتعظم المعيشة ومال العالم وما الى ذلك، في هذه الامور جميعها قد ينفذ الشحن السابق الشرير في المجال الطاقي الانساني المؤمن ويصيب جسمه الصوري الروحي الموجب ويسقط بذلك في الخطية وتفارقه الشحن الروحي الموجب. وتفارقه الوحدات الروحية الموجبة الملائكة والقدسين والارواح المخلصة العاملة وينقطع اتصاله وارتباطه بالكنائس الروحية السماوية ويفقد التعامل الروحي الموجب الحق ويستقبل الشحن السالب الشرير ويشكل القدرات السالبة الشريرة ليرتكب خطايا وشرور والنجاسات ويموت بخطيته وباسمه. فأنا بيقول لك إشعياء إيه؟ أنت اللي بتعمل الحاجات دي بتفصل نفسك عن الله بفعلك الخطايا أو تدين روحي عقيم وما إلى ذلك. إشعياء 59:1-2 ها إن يد الرب اللي قاعد فوق قوي لم تقصر عن أن تخلص ولم تسكن أذنه على أن تسمع. كل شوية بعيد مش سامعني بقى وهذا فين هو فين وهيمد ايده ازاي وعيني حكايه طويله قوي مش ده الريف. بل اسامكم صارت فاصل بينكم وبين الهكم وخطاياكم سطرت وجهه عنكم حتى لا يسمع. انت اللي حجبت عن نفسك قفلت مهما تصرخ وانت حاطط الحاجات دي لا يطيق الاسم للرب الاله القدوس لا يطيق. فانت تصرخ وانت في الخطايا وتنده ما يقدرش يسمعك مش ما يقدرش يسمعك ولا يقدر يسمعك لا يرى ينفض ساكت قاعد يستهل. الشيطان لو طلب من الله رب خلصني وبتاع كده لا ينفض انت قاعد تحت ما تجيش فوق. فانت نزلت عنده خدت شحن السالب ما تقدرش. اوكي الفرز الروحي الفرز الروحي ده في الجسم الصور الفرز الروحي ده جسمك الصور الروحي زي جسمك المادي في عقل روحي في بصر روحي في سمع روحي في اعضاء روحيه في موجود تفرز وتصور وتعمل كل حاجه زي بالظبط زي جسمك. فالفرز الروحي ده نمثله بالجسم الصور الروحي اللي هو الكلية كليتين الروح الكلى يعني الروحية بالجسم الصور. المؤمن المسيح الحق يطلب بعقله المادي الذي هو اللي جسده المادي عقلك المادي طلبات مادية طبعا عقل المادي نجحني اشفي عيالي باركني اعملني عاوز حاجات. هو قال لك اطلبوا ملكوت الله وغيره هذه كلها تزاد لك فطبيعي هو هيطلب الحاجات دي ويطلب بعقله الروحي لجسم الصور الروحي طلبات روحي جسم الصور الروحي يطلب طلبات روحية. انا عاوز فلوس انا عاوز اكون معاك انا عاوز كذا انا عاوز خلاص روحي قبل انا عاوز كذا انا عاوز حياه ابديه الاثنين موجودين. والطلبات الجسديه والروحيه هتتفرز فين؟ تفرز روحيا بالجسم الروحي لبيان نوعية شحنتها من حيث هي سالبة أو موجبة أي هي طلبات الباطل أم طلبات الحق. أنت بتطلب طلبات جسدية ممكن تكون طلبات طاقة حتى لو بات إليك طلبات حق فلازم يكون عندك جسم صور روحي يفرزها يكون فرجتها برضه مهما كان شكلها كويس عاوزة تغني يا رب اديني يا رب اديني يا رب زي غيري ما فيش حاجه تديلك مش هديلك بقى لان الباب باطل. فازاي تتفرز بجسمك الصور الروحي؟ فان كان جسم الصور الروحي الموجب فعالا بسريان تيار الايمان فيه والروح القدس اي روح الحق كليه الروحيه فيه سليم فان روح الحق يفرز الطلبات الجسديه والطلبات الروحيه في الجسم الصوري الروحي ليمنع ما هو باطل
ويقبل على ما هو حق. ذلك كده طلع الحاجات الوحشة حاجات كويسة خليها تنفع هياخد يبقى صحته كويسة قوي. فأنت عاوز تحافظ على جسمك بصورة روح إذا كان الإيمان يسري فيه يشتغل كده لأنه بيتعامل أصلا مع جسم المادي فعاده ترباط كده وترباط كده مادية وروحية ولازم يعرف باطل من الحق. وبذلك ينجو المؤمن المسيح الحقيقي من السقوط في الباطل المادي والباطل الروحي. أما إذا كان الجسم الصوري الروحي للمؤمن المسيح غير فعال وضعيف في القدرات الروحية الموجبة وعاجزا ومريضا وسالبا عنده كدني فريق جسم الصور الروحي الموجب تعبان أو مش عارف يفرز الباطل من الحق. يجي الباطل في صورة الحق مش قادر يعرف يقوم يخليله الباطل ويطلع الحق ينفر منه يعي أكتر كده بايظ. فايه اللي يحصل؟ ليه بيحصل كده؟ طبعا بسبب انه عنده نفاق بيرتكب خطايا وشوه النجاسات ويفعل المعاصي. ده عادي لو عمل الحاجات دي كلها باظ الجسم الصور في الفحص في الفرز الروحي يختلط عليه الامور بيصلي وصوم وبتاع وكل حاجه لكن جسم الصور راح مبوظ ملخبط يطلب طلبات ما هوش عارف يقول ده باطل وده مش باطل مش عارف يفرز ده كده مدبوس بايظه فيه. ايه السبب؟ خطايا طبعا حاجات دي واضح عمل حداد ومحبه العالم والكلام ده اهم اكتر بسبب التدين العقيم. ايه التدين العقيم؟ يفسد ليه الجسم الصوره هو يخلي كدني يروح لكدني في الجسم مش نافع. مفيش دياليسيس هناك مفيش عندهم مش دياليسيس مش موجود يبوظ يبوظ خلاص يبقى ليها شغلانه ثانيه وحاجات يطلب حاجات ومحتاجات بسبب تدين مناهج بسبب تدين العقيم والسالب والباطل الذي يسلب به المتدينين المسيحيين بمناهج التدين المسيحي التي تفرضها المتسلطين على الكنائس والمؤسسات الدينية لغاية استمرار نفوذهم الديني وتسلطهم الشخصي والهدف الكسب المادي والمعيشي ولتأكيد حكمهم الباطل وسلطانهم الديني والدنيا. فكله اللي بيتداين في المنهج السالب ده الباطل والعقيم كلهم عندهم كدني فيليا في جسمهم الروحي. فبيقدر عارف يفهم الحق من الباطل كل حكايه بيخضع للانظمه الفرمانات اللي بيقول له اعملها لهذه القيمه. اطاع الرسول فقد اطاع الله وقد اطاع الكنيسه المطلقه كل كنيسه على حده كلها ليها نظام. ده بيسمع كلامنا اوكي وهو خربان في كدني بتاعته الروحيه في جسم الصور ده فاهم الحق من الباطل هكذا. ايه اللي ضلت اوحش حاجه تضل الرعيه اوحش حاجه انك تضل الرعيه بنفوس تعبانه ويعني شارده مش مظبوطه ومريضه اوحش حاجه تقول ما دام رهبان يبقى رهبان خلاص ده ترك العالم تاخد دول كلهم الرهبان هم القمه بتاعت الكنيسه سلطان العلم بطلنا واساقفه الرهبان تحتيهم كهف ما يقدرش ينفذ لازم ينفذ الكلام ده في المطرانيه اللي هو فيها وده ينفذ على الشعب والشعب كله ايه؟ يبقى مريض في جسم مرضى الاجسام والصور الروحيه ما عندوش الفرز الروحي كله عيان بالكدني زي بيحصل في جسم الصور الروحي فايضية. ايه اللي هيحصل؟ طبعا ده خطير قوي نسيبهم. هذه النفوس المريضة وتلك الأرواح أضل رعاتهم كانوا أم رعية قلوبهم غير مستقيمة وأذهانهم باطلة وإرادتهم حاقدة وعيونهم كاذبة. ما تقولش على كل الناس إنما لو حصل حبة فسدوا الباقي كله خلاص يفسد نظام يمشي 40 سنة وانتهى وألسنتهم ماكرة و
وأرجلهم تقوى الانتقام والغيرة وما إلى ذلك والشخص، وأيديهم تعوف وتمنع وتبطل أي منهج للفهم الروحي أدق، أي منهج، فده مش تبعهم خالص، وإذا كان تبعهم يمشي في إطار الحاجة اللي إحنا بنقولها لك. لازم أي كتاب وأي واعظ وأي حاجة يودي الحاجات للمطران أوعي، والبابا والكنيسة تصدق عليه. يقعد 40 سنة عشان يصدق عليه طبعاً. اسبال مو تعوه. وشعوازين تعبانين. نفوسهم تعبان. مش حكاية ربان. شوف الراهب ده عبارة عن إيه. لكي يسقطوا في الباطل ولا يروا إلى الظلمة ويتعصرون في الظلام. خلاص بوظوا الفرز الروحي كله. الأجسام الصورية الروحية المميتة. ولا يعرفون النور والحق بل ينفرون منه ويحاربوه، لأن الحق يظهر وجوده الباطل والكذب والشرير. سلطان عندهم دولة تروح بينهم استحالة. أمثال هؤلاء قد فارقهم روح الحق وسكنهم روح الباطل الذي يسوقهم لطلب الباطل الباطل وتدينهم روح الباطل لمجد الباطل ولخزن نفوسهم وموت أرواحهم. ايه بيقول اشعياء بيتنبا عن الناس دي طول عمرها هي هي مدام تسلطوا الشيطان 59:2-8 ان بل اثامكم صارت فاصله. طبعا هم بالحاجات دي انفصلوا عن وجود الروح الحق لانه ماشيين فوق طول النهار. ايه الحكايه وتسلط الكنز والكيزه دي عملت ايه ودي لمت كام ودي عملت كام وبتاع والكلام ده كله، واحنا حماة الدين المسيحي واحنا الرسل الموجودين دلوقتي واحنا 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 كلام كتير. والثاني الشعب يس امين 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 كده لا يسوق امين 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 كده لا يسوق. فبيقول له ايه؟ بل اثامكم صارت فاصله بينكم وبين الهكم وخطاياكم سترت وجهه عنكم حتى لا يسمع. فصل عن وجود الروح الحق. لأن أيديكم قد تنكست تاخدوا رشوة وحاجات فاندريزنج بعدين فلوس بعدين في حاجة ماشية ازاي المملكة وما بيشتغلوش هتعمل إيه؟ وأصابعكم تلوثت بالاسم شفاهكم تكلمت بالكذب ولسانكم يلهج بالشر. ليس من يدعو بالعدل وليس من يحاكم بالحق يتكلون على الباطل الباطل اللي هم فيه ويتكلمون بالكذب. ايه اللي حصل؟ ان هم ايه؟ سلبوا انفسهم. ولدوا باجسام سريه روحيه سالبه وهم في راس الحاجات دي. قد حبلوا بتعب وولدوا اثما. فقصوا بيت افعى ده اشعياء زمان. حسب انهم جت نفسهم الحاجات دي على نية تطبقها عليها على طول إذا مشي بنفس الطريقة. فقصوا بيض أفعى ونسجوا خيوط العنكبوت. الآكل من بيضهم يموت بيض أفعى. والتي تكسر ما تاكلتش يعني ما كسرش البيضة تخرج أفعى. خيوطهم لا تصير سوى لأن نسيج العنكبوت ولا يكتسون بأعمالهم. أعمالهم أعمال إثم وفعل الظلم في أيديهم. أرجلهم إلى الشر تجري وتسرع إلى سفك الدم الزكي. أفكارهم أفكار إثم في طرقهم اغتصاب وصح وطريق السلام لم يعرفوه وليس في مسالكهم عدل. جعلوا انفسهم سبلا معوجه كل من يسير فيها لا يعرف سلام. ده الصوره ادها اشعياء النبي زمان على الناس الموجودين في التدين. ما بيقولكش هو ده الموجود حاليا، انما لو خد منه 5% بس منه يبقى بروبلم في الكنيسه. وهيحصل وبيحصل. ده الزاويه. Thank you.
هنتكلم حاليا على الاعلان الروحي، ده في التعامل الروحي. انت عندك اسم سوى روح من المجد تقدر تعمل بيه اعلانات روحيه، اعلان روحي. الاعلان الروحي هو موهبه روحيه لعمل اعمال الحق. اذ من يعرف نتيجه العمل بانه عمل ناجح وصائب وصواب ومثمر في الحق فهو يتنبأ بالحق ويعمل اعمال الحق. والتنبؤ عباره عن ايه؟ التنبؤ تنبؤ هو اعلان فكري وادراك مميز وواضح واراده بصيره وضبط محكم. يجيلك اعلان تبقى شايفه كويس قوي في ذهنك وارادتك موجوده ضبط الامور في المجال الطاقي الذهني وتفهم الاعلان كويس قوي. ده اعلان او نبوء. خليك معايا. وهذه الابعاد تخص طاقات من مجال النفس، اي الطاقه الفكريه الادراكيه التي هي الطاقه الذهنيه تتصور فيها كاعلان او نبوء، والطاقه الاراديه الضابطه التي هي الطاقه الذاتيه فتنفذ الاعلان، تمشي في الطريق او النبوء تتمسك به. ده الاعلان. لذلك اذا تصور اعلان الحق في المجال الطاقي الفكري وكان المجال الطاقي الادراكي جادا ومميزا وواضحا، فان الصوره الفكريه تنطبع فيه بوضوح ويتميز كاعلان روحي حق. الذهن يتصور فيه وضوح ادراكي جامد قوي كانه حقيقه قدامه فيتمسك به لأنه واضح الصورة. كما أن هذا الإعلان الفكر الإدراكي الإدراكي أي الإعلان الذهني متى تناولته الطاقة الذاتية أي الطاقة الإرادية الضابطة في مجال النفس بإرادة بصيرة وضبط محكم فأمان بتؤمن به. فإن إعلان الحق يلزم أن يخرج ليصير عمل الحق، أي تتحقق النبوءة ويتم الإعلان. هذه النوعية من النبوءات هي إعلانات الروح القدس أي روح الحق أي روح الله للمؤمن المختار لكي يعلن له الله أحكامه ويعلمه بإرادته. عاوز يقول له حاجة، لازم يكون ذهنه واضح وإرادته منضبطة فتنفس الحاجة. وقد يعمل التنبؤ باتجاه آخر وهو اتجاه إرادي من الإنسان المؤمن إلى الله، أي يعلن الإنسان المؤمن إرادته لله. هو المؤمن يعلن إرادته لله. فإن كان إعلان الإنسان اللي هو عمله أو إرادته أو نبوءه لله إعلانا حقا فإن الله، خليك معايا، فإن الله يتمم إرادة الإنسان في عمل الحق ويتمم كلام المؤمن المختار، لأن الله إله الحق لا يعمل إلا أعمال الحق. لذلك إن كان التنبؤ هو إعلان الله للإنسان فهو إعلان الحق ويلزم أن يتم. وإن كان التنبؤ إعلان ذاتي للإنسان موجه إلى الله لتحقيقه فيلزم أن يكون حقا لكي يتحقق في عمل الحق. لذلك الإعلان يكون حقا متى تم في عمل الحق، ويكون إعلان الله للإنسان ما تحقق بقوات وآيات وعجائب يتمجد فيها الله وملائكته وقدسيه وقواته الروحية المقدسة العاملة لإرادته هي اللي بتعمله، ويكون إعلانا ذاتيا حقا للإنسان موجه إلى الله لتحقيقه ما تكمل في عمل مثمر حق. هنا نقطة مهمة.
وقد لا يتحقق الإعلان أو النبوءة الذاتية حتى لو كان إعلان أو تنبؤ ذاتي حق. ليه؟ لأن الله قد لا يشاء، وإن تحقق وأن لا يشاء أن يحقق إرادة المؤمن المختار، أفهمه؟ ولأنك لا تستطيع أن تفرض إرادتك على الله حتى لو كانت إرادتك حقا، ذلك لأن الله هو الحق الكامل في ذاته وصورته وروحه، وأنت معرفتك للحق معرفة جزئية محدودة. أديك مثل الكلام، مفيش أكتر من الرب يسوع المسيح سورة الحق، وهو في العالم وهو جاي الراعي السلاح يضرب نفسه على الثراء. أنا خبز الحياة الذي قتل العالم من يكون يحيى، وبيتكلم على إنه لازم يحصل حكاية، إنما يجي كإنسان يسوع بالرغم إنه هو كامل في الحق، يجاهد بالصلاة فرط عرقه وقطرات دم، ويعلن إرادته وهو الحق في صوته. إرادته الذاتية حق تمام. يا أبتا أعلم أن كل شيء مستطاع عندك، إن شئت أن تعبر هذا الكأس ثلاث مرات. بيقول له رد يسوع المسيح ابن الإنسان وهو ابن الله، مش عايز يعمل يرد يرده حق، مش ده ما تعمل ايه، ولكن لتكن ارادتك وليست ارادتك. لما حصل هو يسوع ابن سحسح ما قلت لا يفارق لا صوت لحظه في المحيط ولا طرفه عين، اوكي، انما اما حس نفسه كانسان هيموت بالرغم قاعد يقول لهم انا وانا وانا، طبيعي ارادته مفيش داعي حكايه، هموت ليه؟ وصل الدين واتبعد الدين، ده الله ده انت بعيد. وهو يسوع المسيح ابن الانسان عشان هو انسان صحيح واحد دين وابن الله الكلام ده كله، انما معرفته بالحق الكليه اللا محدوده الازليه الابديه من حقه يحترم وجود الانساني، فارادته حق في وجود الانساني، مش عايز اموت، بيطلب يجاه، ولكن تاكل الامريان جايين كده ارادتك وليست ارادتك، عارف خلاص، بيحاول بالاعلام. طبعا الله الوجود الكامل في الحق اللي هو الذات الالهيه، الاراده كلها موجوده، ثلاث مرات يطلب نو وين، فقال خلاص تاكل ارادتك وليس ارادتك. ده الكلام يقول لك ايه؟ وقد لا يتحقق الاعلان او النبوه حتى لو كان اعلان او تنبؤ ذاتي حق، لان الله قد لا يشاء ان يحقق. ليه الله ما رضاش يحقق الحكايه دي كلها؟ ابنه الوحيد، وحاجه جميله جدا، لانه لو عمل كده اوكي نخرى جو منطلق، مش هيحصل حاجه. وجود الإنساني أضعف وجود الإله، وأصبح إرادته مش قادر يعرفها، اختلطت بها الأمر، مش عايز أموت، مش عايز أموت، أسيب في الأنساب، وأنت أبي وتقدر تعمل كل حاجة، ليه بتعمل معاك الكلام؟ أوكي؟ فهنا الموضوع عشان تفهم تدخل الإرادة الإلهية مع الإرادة الإنسانية، وأنت مؤمن مختار وعاوز الحاجة وإرادتك حق وشايف الحاجة اوكي، انما يقول لك لا مش هعملها، مش هتتم الاعلان او النبوة. ليه؟ لانك انت مش فاهم الحق الكامل، او انت بتتكلم من ضعف انساني وارادة انسانية، لانك انت في الجسد. فهكذا يكون ان انت، لان الله في ذاته الالهية معرفة الحق هو الحق في ذاته وصورته وروحه، انما انت في وجودك الجسدي معرفتك الجزئيه للحق.
حتى لو انت في اعلانك تمام، انما لو هو اعلان من الروح القدس فيك انت بيتم، مش انت اللي هتعمله او انت اللي هتطلب، انت بتنفذه بس والملائكة القدسين بيعملوا كل حاجة عشان تتمم هذا الاعلان الذاتي وهذه. فهنا النصوص واضحة، واحد كورنثوس ده بيتكلمهم يعني اتباعوا المحبة 14:1، اتباعوا المحبة ولكن جدوا المواهب الروحية والأولى أن تتنبأوا، بيقول لك تنبأ اتعود على الحكاية دي اللي هو الرب يسوع الروح القدس يعلمكم بأمور آتية، يخبركم بأمور آتية. كمان لقى 1:67 وامتلأ زكريا أبوه من الروح القدس وتنبأ، امتلأ زكريا أبوه من الروح القدس يعني أعلن له روحي، الروح القدس جه قال له هيكون الحكاية دي. وتنبأ قائلا مبارك الرب إله الأسرين أن اتخذ وصنع فداء لشعبه وأقام لنا قرن خلاص في بيت داوود فتاة كما تكلم بفم أنبياء القدسين الذين هم من الفضل. ده إعلان روحي من الله. وبعد هنا إشعياء 44:24-26 هكذا يقول الرب، يقول الرب ده إعلان فاديك وجابلك من البطن، هو اللي جاب أنا الرب صانع كل شيء ناشر السماوات وحدي وباسط الأرض، من معي مبطل آيات المخادعين، ده الرب هو اللي بيعمل حاجة، محمق العرافين اللي عندهم فهم ومرجع الحكماء إلى الوراء، مجهل معرفته ومقيم كلمة عبد دكتور أب أيام. ده إعلان الروح القدس، روح الله في العلم المسيحي الروح الحق اللي هو إنجيل بشارة العلم المسيحي ومتمم رأي روسو في أن لجوات موجودة عليه الكلام. ده إعلان روح، إنما ما أجي أقول أنا بساعد أنا دونالد ترامب عشان ياخد الوايت هاوس بيتواجد وبصلي واعمل له اعانات روحيه وطاقات روحيه عشان حلم الروح، اعلان حق انا عاوزه ذاتي. وفي ان كان هو اعلان معلن من الله عندي لازم يتم بدون كلام، يتم. إذا كان إعلان أنا عاوز ذاتي حق غالب الأمر يتم، لأن هتكون إرادتك من إرادة الله. إنما هنا السيتويشن إن الله أعلم بالأمور، إنما قد يسيب إعلانك الذاتي ونبوتك وتحبس. المهم يكون أنت إيه في الحق، إنما في الحق والامور، لان الله اعلم منك بالمستقبل وطبعا هيكون ايه، انما اراده الله مش هتعرفه مشيته، فقط لو تطابقت مع الحكايه لازم يفوز واحنا ماشيين في الطريق. انا بفهمك ازاي الاعلان والتنبؤ. هنا بكلمك، هنا بقى ارميه هنا 14 بتنبئ برضه مثال كنيسه قبطيه والكلام ده كله تنبؤاتها الحاجات دي وكلامهم اللي اختاروا بيها الشعب. فقلت ايها السيد الرب، ده ارميا هو ده الانبياء والكهنه يقولون لهم لا ترون، لن ترون سيفا ولا يكون جوع بل سلاما ثابتا اعطيكم في هذا المكان. وطبعا لأن الأنبياء كذب والإعراف مش مظبوط، كانوا استمان. فقال الرب لي بيكلم إرميا بالكذب، هنا بقى في كذب لأن هم كذبين، يتنبى الأنبياء باسم لم أرسل ولا أمرتهم ولا كلمتهم برؤيا كاذبة، إعلان
وعرافة وبكر عرافة وبكر مكر ومكر قلوبهم هم يتنبؤون له. هنا حتة مهمة أوي عشان تفهم إن أنت تكون صادقا في الحق مالكش مجد الباطل ده خالص. فـ whatever تقوله من غالب الأمر تنطبق إرادتك وإعلانك الذاتي ونبوتك. إن whatever حتى لأنك أنت إذا كنت كامل في الحق باسم الصور الروحي ماشي بالعلم الروحي هيتصور في كلام الحق، بس مش شرط إن أنت هتفرض إرادتك وإعلانك ونبوتك على إرادة الله زي الرب يسوع وابن الوحيد لما قال مفيش داعي لأن هو إرادته وإرادته إرادة حق. وبيقول المقدم انت تقدر تعمل كل حاجه ارفع عني هذا الكاس. فقال له يو هاف تو، وطبعا لان الله اعلم فعمل خلصت البشريه كلها. تخيل بقى لو الله سمع لكلام يسوع وصعب عليه نو بروبلم اوكي حتى هو على الصليب الهي الهي لماذا تركتني؟ ليه بتعملوا فيا الكلام ده؟ لكن طبعا دخل به المجد العظيم جلس عن يمين الله الآب. هو الفروض الإنساني مش قادر يفهم صحيح الاثنين ما يفرقوش عن الناسوت واللاهوت، لكن لها قوانين تانية. الناسوت قوانين مادية جسد مادي ضعف، واللاهوت قوانين إلهية حاجات تانية. الاثنين في بعض. مش أنت يا كاهن ويا مطران يا أسقف هتفسر الموضوع ده بالفهم الإنساني، حاجة كبيرة جدا. لازم ابحاث وعلم روح المسيح ولازم تعمل ايات توصل لكده. امين. كيريا ليش. حاليا نختتم هذه المحاضرة ونرجو من الله العلي القدير الرب يسوع المسيح والروح القدس أن تنتقل المفاهيم الروحية إلى أذهانكم وتسمو المدركات والإيمان في قلوبكم الروحية وتثمر في أعمال جسدية في أعمال الحق. وربنا يبارك ويثمر ويدوم العمل. آمين. كيريا ليسو. الرب يسوع معكم ومعكم. ربنا يبارك ويثمر وينجي. آمين. كيريا ليسو. كيريا ليسو. الرب يحفظ وينجي ويصبر. امين. كيريا ليسو. مبارك الاتي باسم الرب. يحفظنا ونجينا من كل شر ومن كل إثم. كيريا ليسو.